بيوسف الويبي يحاول يدخل المنطقة يراوغ يوزع في القائمة الأول تخرج بالرأس ممتازة تعود إلى سعد الورتيني باليسرى يصوب وفي الشباك في الشباك كرة مقوسة ولسعد الورتيني والهدف الأول لسعد الورتيني يتدخل نتيجة قائد النادي الإفريقي كان حاسم في لقاء التهاب فرصة هدف للإفريقي والهدف الأول القاعد والعميد أسعد الوتاري يتقدم ويسجل الثالث لأسعد الوتاري للنادي الإفريقي حبيت نكمل لا غلط مساء الخير مرحبا بكم الناس الكل الايفينمون اللي عشناه كان الحدث المؤسف اللي تعبنا وجعنا الناس الكل لأسعد الورتيني في ذمة الله لأسعد الورتيني كان موجود توا عند الرفيق الأعلى وقت اللي خممنا باش نعملوا ميسيون اسمها ستار شو عمرنا ما خممنا اللي ستار باش يكون غايب والستار الليلة هو المرحوم لأسعد الورتيني غايب علينا عنده توا ثلاثة أيام لسعد الورتيني 32 عام وبضعة أشهر عمر قصير ورحلة ما طالتش يا لسعد نقولوا لك رك فرحت آلاف وملايين من جماهير الكلوب لسعد فرح آلاف وبكى زاد آلاف وملايين ونهار اللي مشاه واحد للوان وذوب الانتماءات لسعد رك بكيتنا تعبتنا وحسستنا اللي الدنيا هذه أتفه من أنه الواحد يعمل لها حساب ودموع الأحباب نشفت والقلوب توجعت لكن بقدرة ربي باش تقعد حي إن شاء الله بيناتنا الله يرحمك يا لسعد جميع ننسوا لسوفينير لسعد الورتيني المرحوم اللي بإذن الله يقعد عايش في قلوبنا الناس الكل احنا اللي ما عرفناهش برشا فما بالك خواته وصحابه الناس اللي عاشت معاه وعدت معاه الحلو والمر مع لسعد الورتيني اللي تعرف راجل تعرف إنسان كريم إنسان يحب الناس ما كانش عنده حتى كومبليكس وما كانش عنده حتى تكبر وحتى مشكل مع العباد كان ممكن تنرجع بعد شوية بالتفاصيل كان أحسن قاعدة عنده إنه يقعد مع الكونسيرج مع احترامنا للناس هذوما أكيد قيم من نوع عذية مش موجودة برشا الأيام هذوما اسكندر مرحبا بيك وسامحني نسيت شرحب بيك مرحبا بيك حيدر بطبيعة الرحب وزادة بالضيوف متاعنا كما كنت تحكي ساعة قبل من رحبه دورنا برشا شفنا الأصحاب شفنا العائلة شفنا الحبيب متاع الأسعد الله يرحمه مسمعنا كان الكلمة الباهية الحمد لله مشينا للزنازة مشينا للزلاج شفنا العبيد شفنا الآلاف اللي شيعت الأسعد ممكن هذايا ديسيني كما كنا نحكيه قبيلة في الكوليس حيدر ديسيني انت انسان يحبه ربي برشا ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي ينعمه الكلام هذا كله باش نرجعوا له باكثر تفاصيل مع احبابه ومع اصحابه ومع عائلته نرحب دونك بمحمد الورتيني خو الاسعد مرحبا بك ساعه والله يرحم الاسعد والبركه فيك محمد يبارك فيك عايشك ربي لا يوريك غير عايشك مرحبا بك محمد وقدروا فيك انه مصلي على النبي قلب كبير ليلة الفرق متاع خوك ما نتصورش انه فما انسان نجم يتحط في السيتواسيون هذه ويكون موجود في راديو يتكلم مره اخرى نقول لك الف شكر محمد انت موجود الليله باش ببليك الكلوب وببليك تونس وشعب تونس وحتى العرب اللي تابعوا وتضامنوا وعاشوا الحدث هذا والوبجيكتيف نتاعنا الليله انه اللي يسمع ويرحم على الاسعد اكيد رحمه تخلط له هذا هو الوبجيكتيف نتاعنا الليله زاد الرحب بصديقنا مختار صديق وعشير الاسعد وعد معاه اخر ساعات حياته مرحبا بك مختار مرحبا بكم الله يرحم الله يرحمه ما عندكم حتى فكرة على أعداد التليفونات والناس والميساج والزمايل اللي حابوا يتكلموا ويكونوا موجودين معنا الليلة حابين نحصروا القائمة لماكسيموم يكونوا الناس الأقرب واللي عارفوا الأسعد على قرب هم اللي يتكلموا عبد الحق بن شيخة أكيد اسم عاش مع الأسعد وفما لقطة دارت برشا وشوفناها برشا وفما لقطة معينة وقت الشامبيونام تاع 2008 الأسعد وعبد الحق معنقين بعضهم ويبكيوا وشوفنا من بعد عبد الحق يبكي على الأسعد هذا هو حيدر البكاء والدموع ممكن تختلف يختلف في الإطار وقتها كانت دموع على الفرحة باللقب المرة هذه ممكن يعني الدموع متاع الفريق الدموع متاع الحزن كانت تأثر كبير كان من عبد الحق بن شيخة في الدفينة متاع الأسعد الله يرحمه دونك احنا ان شاء الله باش نحكيه على هذا الكل وظهر اللي في نبدأ بالنهاية ظهر حياتي أكيد نحب جوست نقول إنه استناوا الناس اللي حبت لسعد الكل باش تتكلم إن شاء الله بعد شوية تكون معنا شقيقته حنان كمال زعيم نسيب ونيس بوسعايدي عشير عمره كمال يدير اللي عاش معاه يامات الفرحة الكل يمكن قبل كل شيء وحتى نرفع الالتباسات الكل وحتى تكون الأمور واضحة برشا ديفيرسيون وبرشا تأويلات وكل واحد يزيد وينقص على راحته انفستيكاسيون صغيرة حبينا نعيشوا ونعيشوكم آخر لحظات عمر لسعد الورتيني القصير
آخر ساعات المرحوم لأسعد الورتاني في الدنيا. هذه كل التفاصيل من لحظة وصول لأسعد لتونس قادم من السعودية حتى لحظة الوفاة وانتشار الخبر، وفق رواية أقرب الناس ليه زوجته مريم صديقه اللي عدى معاه آخر ليلة في عمره. تقرير شرطة المرور حسب الرائد سامي رشيكو رئيس مصلحة الأبحاث والمعاينات في إدارة شرطة المرور. تقرير الطبيب الشرعي من عند الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول. آخر ليلة في عمر المرحوم. جاء من السعودية على المصرية 12/7 قطري مهدي، جاني في الليل حي النصر نايم في دورة يودع. قال لي ساعة ونروح هكا، وبعد كلمته وقال لي قاعد ندور. بعد تونس كاملة في الحق الواد مشينا لبنيه دارك مش منحات ولا سحد. قال لي متوحش جيت خمس ايام وخي مش نرجع. قال لي انا حبيت طاير كامل تو ملي جيت مع ما قلت له المدام. قال لي انا ورخبه كذا صغار نحب ندور نحب ندور. والله مشينا البارك الكليب. قال لي خذ لي تصويره. قال لي صورني اول مره تصير ان شاء الله يجي نهار يا ربي وريني في كليب افريكا ان شاء الله سمعت البطوله وعمي نتبع في اخبارها ان شاء الله ترجع كما بيمي الويد. طورته عندي في الصوره اخر صوره لي في الليل مخر. مشيت صليت صلاة الفجر تقول هكاك مش مسيت نقوم مش صليها الحق. قمت صلي دوشت مع الطهارة الكبرى وانا نقول نقول الطهارة باش نقبل عزي راجلي. ووقتها استبشيت وكلمته قلت له صحابينك هكا توا احنا متوحشينك وكل وانت تولي جيت يا اخي شبيك. قال لي هاني في النصر في القهوة وهمشي باش يجيب الكرواسون ويجي. حادث مؤلم صار بمفترق ذي الإكسفا ما يعبر عليه بالإكسفا شعاعية 20 ومدخل حي مصر. مثل الحادث في اصطدام بين حافلة ذي نقل حضري وجهوي بالسيارة اللي متولي سياقتها سي لسعد الورتاني الهالك الله يرحمه. بالنسبة للتوقيت متاع الحادث نهار 4 جانفي 2013 الساعة 7:27 بالضبط صباحا. هي المعاينة هو جد الحادث بمفترق طرقات مجهز بأضواء آلية. الأضواء تشتغل بصفة عادية. هذه الحافلة حافلة قادمة من جهة المليلة ناخذ الإكسفا قادمة من جهة المليلة ونعرجت على اليسار قصد توغل بحي النصر. السيارة متاع الهالك متاع المرحوم جاية من معناها من مستشفى محمود الماطري في اتجاه المليلة وصار الاصطدام في وسط المفترق. مبدئيا أسباب الحادث تعود على عدم أخذ الاحتياطات من قبل السائقين أثناء التوغل بمفترق طرقات. نزلت الأبحاث جارية في الموضوع هذا. دونك احنا وصلنا بسرعه معناتها تقريبا مع 8:30 كان قسم الطب الشرعي بلا وصل متوفي. الوفاه صارت على عين المكان. قمنا بعمليه الفحص فهمتني طلب من سيد الجمهوريه تبين فما جروح بسيطه خارجيه دونك ما فماش جروح كبيره. لما فحصناه من الخارج لقينا بعض خدوش وهذه زيكيموز يعني وكذا لكن ما فماش جروح كبيره ولا اثار جروح كبيره واضحه. قمنا بعمليه التشريح و تضحك انه سبب الوفاة هو تروماتيزم توراسيك ابدومينال معناتها التروماتيزم صار على مستوى الصدر والبطن فهمت ادى نزيف داخلي كبير النزيف حاد يعني معناتها الموت كانت بسرعه وامكانيه انقاذه مستحيله. جيت لورجانس نلقاهم هذا يتبكي وقلت لها شنو انيس لاباس لاباس في بالي باش تقول لي راهو تعمي سبحان الله معناتها قلت واحد يبكي باللهجه هذيك مش نتاع اما مشيش المخ يموت جمله معناتها كاهم. بعد قلت لي راهو ميت ميت ما صدقتش. اي حيت نلقاه نضرب في راسي فيه معناتها نضرب مش نضرب نخبط ليه نقول نحلم وقول يا ربي مش نفيق من الحلمه معناتها مش صحيح. الدنيا
ولكن طالت الغيبة. أنا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبة. رحلت من بقى وياي يحس بضحكتي وبكاي، وحتى الجرح في بعدك يغزيني وهالليبه. انا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبه. فقدتك حسين الجسمي وفقدناك الكل سعد الله ورتيني، ثلاثة أيام على رحيلك الليلة الفرق. تعزينا مجددا ومرة أخرى لكل عائلته وكل صحابه والناس اللي عرفته واللي كانت قريبت له برشا. يظهر لي اسكندر فماش ما أقرب من شقيقة من الأخت. ظهر لي كما قلت أنت أخته حنان للأسف ما تمكنتش باش تكون موجودة في الزنازة متاعه، ما نجمتش تكون موجودة حتى في البرق متاعه اليوم، لكن مالجري هذا الكل كانت موجودة معنا، كلمناها وكانت حاضرة تحب تحكي على أخوها وموجودة معنا توا. مرحبا بك مدام. مرحبا يا سلام أخوي. مرحبا بك مدام حنان، وتعازينا الحارة ونعرفوا الفاجعة كبيرة، لكن نعمل إن شاء الله أنه ربي يبعث الصبر ويبث الهدوء في النفوس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله مثويها الجنة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إحنا كي خممنا والحقيقة الإيفينمون فرض نفسه حبيناش نعملوا ميسيون تاع دموع تاع بكاء، على ذيك مدام حنان نحب نقول لك يمكن أحسن الذكريات اللي تحتفظ بها الأسعد اللي باش تقعد راسخة في قلبك في وجدانك لآخر لحظة في حياتك. يعني والله أنا آخر مرة ريتو سيتي عمنا ولكي هبط في الصيف، جاب حذايا بامال دفوة للدار هو ومريم والصغيرات، سيتي رمضان شقا فاتر. من بعد قبل ما نروح آخر مرة يعني قبل الديباغ متاعي مشيت أنا وراجلي وصغاري، شقينا بحدهم الفاتر، وصلنا حتى الباب ما فما حد شيء، ما أنت يدل لي فما فريق ولا ما فما حد شيء. آخر مرة ليلة راس العام لتخونتايا لحداش وربعة بالضبط كلمني من السعودية، قال لي حنون شنو هو لكوينك لبس؟ قلت له هاني. قال لي شنو سهرين محتفين؟ قلت له والله لا مشينا بحضر جماعة توينسة لهنا صحابنا. قلت له شو عامل انت؟ قال لي لا هنا في السعودية او ما فما حد شيء. ويني رجاء وينو سألني على محمد؟ قال لي راني قاعد نطلب فيه ونعاود. قلت له ممكن راه في الخدمة ما نجمش يجاوبك. وتو تسوي طلبت محمد، قلت له خوك يسأل عليك اطلبه. فرحان فما لهفة في صوته. من بعد كي تراجع روحك تلقى ممكن فما حويج ما نجمش لعفو يفهمهم سيغ لكو، من بعد كي يقعد مع روحه يفهم لي وخاي كاينو حاسس برشا حاجات كهو كهو. هذا كش نجم نقول أنا فاجعة كبيرة فاجعة كبيرة. الله يرحمه وينعمه. هو مدام يقولوا أنه الإنسان كي يبدأ يودع ويحس روحه يعني باش يفارق الحبيب متاعه والعائلة متاعه وأصحابه، ممكن هذا سيني به على إنسان إن شاء الله يكون محبوب عند ربي. مدام قلنا ما نحكيوش احنا على دموع مثال شن خليه دموع على شيرة، نحكيه على لسعد ونحكيه على كنتي في السيتوياسيون اللي جيت فيها. لسعد توفى الله يرحمه، أنت مش موجودة في تونس. والله أنا كأني موجودة كأني مع أخوتي، كأني كل لحظة معهم، قلبي كان معهم الغادي. الله غالب أنا أنصنت وصارت لي دي كومبليكاسيون، عندي ما أنت دم طالع، عندي شوية ديابيت، عندي ما جيت obligé de rester، ما نجمش نطلع في الطيارة، حبيت نمشي. الله غالب ما كتبش اللي ريتو هاني تفرجت، يعطي الصحة للعباد من بعيد ومن قريب، صحابه الكل لي زونترونور لي ميديا الناس الكل، ما خلى حد ما الحقيقة ما ذكروا بالخير وحكي عليه بالكدا. هذا اللي على الأقل صبرني ويوجعني في نفس الوقت. العائلة من قريب ولا من بعيد، العائلة موسعة، أصحابه الناس الكل، الناس كل يطلبوا غادي ولهنا معناتها يسهلوا ويطمنوا. الحمد لله الليسانسيال رينا احنا فرحنا وشفنا اللي هاك الزنازة هذيك بالحق تقعد ذكرى في تاريخ وتاريخ صغار، ويقعدوا على الأقل يفتخروا بحاجة خلاها لهم بهم سمعته الطيبة ومحبة الناس ليه.
أكيد ألاف كانت حاضرة في الجنازة كانت تاريخية. فما حاجة أخرى مدام حنان، أنت قلت الحاجة الباهية بتاتر أنه الناس مشيت وراء الأسعد، والناس اللي حابت الأسعد واللي عمرها ما عرفته كانت موجودة. فما خليني أقول عزاء واحد آخر، أنه عندك وخيك واحد آخر محمد موجود معانا ليلة، نجم تحكيه مع بعضكم. ممكن زادة أنت متوحشة محمد، سلموا على بعضكم وحكيه أنه نحبه. أكيد هو معك شوية نسأل عليه. يعطيك الصحة، تفضل مدام. محمد نجم تحكي مع حنان. ويا حنان وينك؟ الحمد لله باسة. الحمد لله الحمد لله خير شوية تو. الحمد لله أحسن شوية كهو عايش شوية. أنت تو في بلاصة الناس، كل حد ما يعوض حد. أما كهو نعرف كل مرة تنقف شمعة فك العيلة والفرق سايب. نعم تشوينا وتكوينا قدام المرة، مش المرة الأولى هذه. الله غالب، هذاك اللي حب ربي. ذاك ربي شحال ان شاء الله نزيدو توا نمليو احنا نكثر على بعضنا، نزيدو نقربو. نحن وليتي توجور كنا نحبو بعضنا ديما، ما عمرنا ما تخالفنا. توا عنا مرخونة ذيك امانة ما بين عينينا وك صغيرات وكهو، هذاك شحب ربي وكهو كهو. لازم نزيدو نقربو وكهو. بارك الله فيك مدام حنان، ويعطيك الصحة كنت موجودة معنا الليلة وتعازية للحارة مرة أخرى. نخليوك ترتاح شوية مدام حنان، وشكرا ليك أنك كنت موجودة معنا الليلة. لبيسي والجنرال وبن شيخة اسم كان يمثل حاجة كبيرة برشا في حياة الأسعد. حاجة كبيرة برشا حيدر، من عام 2008 حتى التوى العلاقة ممكن هي بيدها، الحب المتبادل هو بيده، وهو يزيد أكدنا لشيء هذا. الكابتن عبد الحق بن شيخة مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا بك سي عبد الحق. كنت نحكي، ما عرفش ما كنتش موجود معانا بكري بالتليفون، نحكي على اللقطه اللي تشهرت برشا الحقيقه في وقتها، ومن بعد وقت لقطه العناق الحار خليني اقول بينك وبين المرحوم وقت الاحراز على الشامبيونا في 2008. واللقطه شوف الكونتراديكسيون تاع الدنيا، شوف الدنيا قداش غداره قداش ما عندهاش امان. اللقطه هو ان انت تبكي وتتقبل في التعازي في المقبره، المسافة قصيرة بين الزوز لقطات لكنها عميقة ومعبرة فيها برشا حاجات. أولا إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحم أخويا صغير، إن شاء الله صبر الأولاد والعائلة المريم. الأسعد يحتاجنا توا غير بالدعاء، وندعو له بالرحمة وربي يغفر له إن شاء الله ويسكنه فسيح جنانه. كاين الأسعد الإنسان والأسعد الفوتبالور، أنا عرفتهم الاثنين. عرفت الإنسان تونسي حر، يحب بلاده، يغير على بلاده، يغير على أهله، راجل بأتم معنى الكلمة، قلب كبير 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 كبير. والفوتبالور، فوتبالور البروفيل اللي يحبه كل مدرب، كوارجي كومبيتيتور، روح قتالية. أنا بالنسبة لي كان هو الرابط بيني وبين اللاعبين، كان قايد بأتم معنى الكلمة. سجل لي أهداف حاسمة، كي نحب نعدي ميساج للمجموعة نقوله لسعد، كي نحب نعدي ميساج فردي نقوله لسعد. يعني مرة هكذا يجي جوار متأخر، والله يجي واحد يعمل حاجة نطرده، لسعد يقوله ما تكلموش خليني أنا نمشي، ويجيني بعد لا دوش يعرفني قلبي كبير، عنده تبسيمة راني راهي بين عينية، عنده بسمة يدغدق الباب الفيستيار، عنده واحد البسمة هكذا يخزر في عينية، يقول لي كوتش ورس صغيرات، يقول لي اسمح له او غلط وانا ناخذ دون شارج. يعني حوايج لي فريمون كبار كبار. لسعد سجل لي اهداف حاسمة وقتها، واحد نتفكر عندي ست حوادث يعني معاه كبار كبار صراولنا. الحادث الاول هو البريمي ديربي اللي لعبته، وانا كانت النتائج ما تمشيش 2008، يعني واحد سانك ماتش النتائج ما تمشيش، جا الديربي هذاك سجل. كانوا يعني بداو الناس يقولوا هذا اخر ماتش تاع بن شيخة، وتعرف الكلام تاع الشارع وكل شيء. بعد مارك البيت هو ربحنا 1-0 ضد خاوتنا الترجي، الى مارك البيت جا يجري عنقني، قال لي كوش قال لي ما تموتش حتى يقتلونا كامل. يعني فريمون سامتوش شي كبير. الدوزيام الحادث يجي للفيستيار، رارمو انا في عمري شفت في حياتي رارمو يجي كجوار قبل الماتش يدخل الفيستيار يشدك يقول لك كوتش اليوم الماتش تاعنا ما تقلقش روحك. هذه ما كانش
اسال لي فوتبالور يقول لك واش معناتها، اسال لي فري فوتبالور، اسال المدربين كامل يقول لك واش معناتها كي يجيك جوار قبل الماتش يقول لك كوتش اليوم هذا ماتش تاعنا انت اقعد برك ما يهمكش. الحاجة الثالثة هي بلك سر الداه معاه ربي يرحمه وربي نعمه وربي نعمه. كنا يعني مدة عامين واحد ما في باله، بلك مريم بلك زوجته في بالها، لكن نعرف باللي والله لي زانتيم اللي في بالهم. كنت كان لسعد كان شاك موا بوندون دو زون يعطيني 200 دينار وانا نزيد الباقي، كنا نخلصوا الكراة تاع واحد من باب جديد دوالي. إذا كانوا يسمع فينا توا يكلمكم الراجل هذا يقول لكم اسمه، انا ما نقول لكمش. واحد قليل في حالة كنا نخلصوا الكراة بوندون دو زون شاك موا لسعد يعطيني 200 دينار. يعني فريمون حوايج اللي ربي يرحمه ويوسع عليه وربي يعطي الصبر للاهل. وخسرنا راجل انا نقول ما يبكوش عليه، على بالعكس زغرتوا عليه لانه بين يدين رب العالمين ان شاء الله في الجنه ان شاء الله يا ربي. والله اخويا يعطيك الصحه كوتش، كما كنت تحكي على لسعد برشا كلام حلو. ما نحكي لكش على الجو هنا في الاستوديو، ممكن تاثر كبير بالكلام نتاعك، كلام قوي برشا في حق لسعد الورتيني. انت حكيت على لسعد، حكيت على ولدك بلوتو كوتش، دونك ممكن العلاقه قعدت متواصله، الحب هذا قعد متواصل حتى لاخر ايامات لسعد واخر لحظاته. تذكرش اخر كونفرساسيون صارت بينك وبينه، اخر كلام بينك وبين لسعد؟ والله نكلموا روحنا في المواسم. انا وقتها في الدوحه يدرى عندها واحد دوما ولا في الدوحه كلمني في التليفون، تكلمني على الاولاد، قلت له شنو لسعد، قلت له ولده مالك الصغير واسمه الاول مالك اي، قلت له مالك صافا، قال لي كوتش، قال لي راك تمسخر، قال لي عندي ثلاثه وانا ما على باليش الزوج التوام اللي زادوا يعني فيما، قال لي كوتش راني قريب نوصلك يعني انا عندي خمسه، قال لي راني قريب نلحقك، قال لي واش راك تقول لي يعني راني خويا صغير هذاك، خويا صغير في سيتا ليدر على بالك ما كانش برشا دي فوتبالور كيما هكذا، تقدر تلقى فوتبالور ماشي راجل، كاين دي فوتبالور اكثر منه راجل، ثم تقدر تكل عليه ما يخليش بيك. كنا مره ما كانش سالير، ما كانش لي بريم ينقصوا، هو يصبر لي جواره، هو اساله سي كمال يدير يقول لك، هو يمشي لعابين الاولاد ما كانش، وكانت كمال يدير عنده كلمه يقول له صبروني كان زجور كان فانجور. فريمون حاجه خلقنا اون كومبليسيتي كبيره، كنا نديرو التنس بالون، كانت انا عندي ليكيب تاعي وهو عنده ليكيب تاعو تنس بالون، كنا نديروه زي دو ماتش، هو عنده فريق وانا عندي فريقي، ونلعبوا بالكرطه تاع التليفونات، واحد لومبيونس، واحد سيتي فاميليال فريمون. وكان يجي يشكي غير على اصحابه، يعني يشكي هاو زيدوا لفلان على واحد زوالي، عمره يتكلم على روحه، يجي يتكلم على اصحابه، يا كوتش يقول لي هذاك راهو زوالي، راهو ما عندوش بوه، انا حاولوا نعاونوه، فلان، عمره جاني لسعد قال لي عندي خلصتني حاجه انا. يعني ربي يرحم خونا الصغير، ربي يرحمه. انا جيت طريت وشي فريمون، تلاقيت منير البلطي البريزيدون ان شاء الله هذا، وعد باش يعاونوا منير البلطي، خذا لي انيشاتيف، قال لي عبد الحق اللي لازم نعاونوه، قال لي واش ما خلوش عائلته، قلت له بيان سور، قلت له ثاني يستاهل كيما هو كيما تولي لي فوتبالور، ان شاء الله ما نفكروش الناس غير الوقت اللي يموتوا، ان شاء الله في حياتهم نفكروا لي جون اللي مازالهم واللي فوتبالور، يا بوكو دو كليبيست في حياتهم مازالهم، راهم الحمد لله على سعد خدم على روحه وسيريو، وربي ان شاء الله يرحمه وينعمه، وان شاء الله الصبر للاهل، وهذا ما كان خويا. ربي فضلك سي عبد الحق، شكرا لك على الكلام هذا الكل، وحابينك تكون موجود معنا، انه عديت ممكن من احلى الفترات مع لسعد الورتيني، والحلم نتاعو وقت اللي تحقق حلم النادي الافريقي الكل والجيل نتاعو الكل وبطوله 2008. سي عبد الحق ديما نعزوك وديما نحبوك ونحبوك تكون موجود بيناتنا حتى لو كان في قطر ولا في الجزائر ان شاء الله. اخويا ربي يهنيكم. شكرا لك سي عبد الحق، بارك الله فيك. محمد شقيق لسعد، اكيد الوجيعه حب لها ورشه وقت تمشي، لكن الواحد كي يسمع حد يتكلم على اخوه بالطريقه هذه شنو يحس؟
بطبيعة الحال الواحد يفرح كي يسمع الكلام هذا على أخوه. ما كيف ما قلت أنت الوجيعة تحب لها وقت باش ينسى الواحد، ما أنا مستحيل ننسى لسعد خويا، ما أقرب الناس ليا. ما بستحرجها تخزر في المرأة تفكر وانك تشبه له برشا محمد. حتى العباد ساعات يغلطوا فيها، ما توا هو قدامه تصويرتي ما عرفش أنا، وأنا من غير تصويره مانيش ناسيه. كان أنا وهو تصور أنت زوز أخوات قراب، مش أخوات أنا نقول صحاب وأخوات وقريب قريب لي قريب لي ياسر لسعد، معناها هذاك علاش أنا ما عرفش التوا مانيش مصدق نقول لهم ليه، ما حبش تدخل راسي الحكاية معناها. إن شاء الله ربي يرحمه لسعد وجوا تأثر أكيد نجم تفهموها كل سوسوا بالتليفونات الناس اللي حبت وعاشت مع لسعد وحبت تدخل معنا الليلة ولا هوني في الاستوديو. مازلنا باش نرجعوا ونحكيوا على يعني اخر نهار عداه لسعد في تونس بعد ما جاء من السعوديه، وكانت نتائجه ماشيه في السعوديه مع نادي النهضه مع المدرب جلال القادري وبرج احلام وطموحات مختار. بعد يحكي لنا كيفاش يخمم انه يرجع نهار يدرب النادي الافريقي وكيفاش، لكن كما قلت الدنيا ما ليهاش امان وكل واحد وعمره وكل واحد طموحاته ساعات تكون اقصر ياسر من الوقت ومن الزمن ويمشي ويغادر. المهم يقعد الكلام الباهي والذكرى الطيبه. راجعين بعد شويه وباش نزيدوا نحكيوا اكثر مع اصحابي. مرحبا بكم من جديد. 9:42 دقيقة انتم اللي لا تسمعوا في ستار شو. ستار غايب علينا من 3 أيام المرحوم نجم نقول صاحب الناس الكل وحبيب الناس الكل سعد الورتاني. نعرفش كان كنتوا تسمعوا في حفل الحق بن شيخة كان موجود معنا تكلم برشا كلام كبير مهم يخص المرحوم. الله يرحمك يا لسعد، نحب كل واحد يسمع الليلة معنا يقولها برشا مرات الكلمة هذه. هذه من نجم نعمله أقل من نجم نعمله الخونة وصاحبنا الراحل لسعد الورتاني. الله يرحم لسعد، الله يرحم الزقو، والله يصبر عائلته واصحابه واصحابه اللي موجودين في تونس واللي يعني كان لهم يعني الشانس باش يكونوا موجودين ويشيعوا لسعد. فما اصحاب موجودين خارج البلاد ما كانتش لهم الفرصه باش يكونوا موجودين، مازالوا موجوعين ويحبوا يتكلموا معنا. واحد من الاولاد الموجودين مع ليكيب ناسيونال في ستاج نتاعهم في قطر، انيس البوسعيدي صاحبه وعشيره موجود معنا مباشره. انيس اهلا بك. خويا شنو هايك؟ مرحبا بك أنيس، أنت موجود في الاستاج مع المنتخب الوطني، نعرفوا الالتزامات على ذلك نكرر لك اعتذاراتنا، لكن ما تنجمش تكون سهرة تخص المرحوم لسعد الورتاني وما يكونش عشيره وصاحبه أنيس البوسعيدي موجود معنا. أنيس احنا قلنا إن شاء الله ما غير دموع ما غير بكان نحبوا نترحموا على لسعد الورتاني، أجمل وأحلى لحظات اللي كانت مع لسعد في حياته. والله كما قلت أنت يعني الناس اللي شيعوه والمسوية الأخير كما قولوا حتى بردوا شوية، يعني كما قولوا بردوا شوية عرفوا يعني صدقوا كشي يعني كيشوفوا جنازة كل شيء من العباد اللي بعد يدول لي مش أنا واحد يدول لي كيبة كاملة هوني بأثرة برشا وقاعدين يعني قاعدنا سبتوا نهار وليني ديجا ما نش مستوعبين نكلموا في العبد كل اللي هذا كلم في صاحب وصحيح الحكاية برا امشي شوف نكلموا في عائلته. يعني لحد انا مش تصدق ان نحب نقوم طوى نقوم غدا صباح يتعدى ولا 4 أيام ونقول لي لا وفهم حتى شيء، يعني حاجة جي يعني حاجة جات اللي ما كنش تصورها ما كنش تصور صاحبي. يعني كشفت انا هزين صندوق العبد يدوروا حاجة ما كنش ما نصوريش تصوريش كن عش كن كل مثال ناحي حاجة من لحمك ما تصيرش ناحي يعني بو لا يحمو طوى معنا يظهر لي نسبو لك الرحمة يظهر لي ربي حبه. لسعد منش نزيد نحكي برشا اللي هو يظهر لي نعرفه وانا ما نعرفوش يظهر لي طوى نعرفه من اللي عمري 16 سنة يعني عشرة كتيرة يظهر لي أكثر من 15 سنة نعرف بعضنا. إنسان طيب برشا إنسان حشام برشا حسام يعني بصفة غريبة رزين يعرف يتكلم ماهوش كما نقولوا احنا مغرور يحب برشا الزوالي. انا يعني لا تحد نعرفه لا يقعد لا في قهاوي لا يقعد في لا تحد يقعد بحث كمال بحث الناجي يحب العباد يحب يحكي مع الزوالي يعاون برشا. يعني بالنسبة لي أنا إنسان سبيسيال برشا، ديجا محمد خوه يدوري معكم في السدور يعرف برشا يعرف قديش صحاب
وقداش عسر يعني بديت من الكيماسيون ريجيونال حتى الجامعة الساتونيسية ومن بعد مشيت لأفريكا وخرجت يعني خرجت وبعدنا لبعضنا يعني قعدنا يعني صحاب برشا خاطر الإنسان ما عمرك ما تسمع منه حاجة خايبة بالعكس نجم تعمل له حاجة خايبة وكما قلت احنا ويخبيها عنده وما يقولكش عليها و يعني إنسان سبيسيال بالنسبة للناس كل حتى يقول عليك عليش عنده برشا أصحاب برشا أصحاب ما تصورش محبوب في الناس كل أنا عمري مش شفت واحد يحكي على أسعد الخايب ما هوش خاطر طبعا مش معانا عمري ما سمعت يحكي على أسعد مش يعني كان بالباهي عمره ما غير واحد حنين برشا ديسكري 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 برشا كما قلوا احنا ما حبش يوري روحه ما يخش من الدار بو الله يرحمه مسكين شوي وشوينا مع خلى ولاده يقولي بشوية وكاو بلد عام جديد زي بتينا بشوية هكا واحد منجيبش انت انا وين نرقد انا طبعا ثلاثة ايام وين نرقد وين نطلوب وين نحكي واحنا وين نحكي كنا بس حد جيد الشوية نهارت تسمع الخبر حاجة غريبة قاعدين نفطر نحكيه عليه قاعدين نفطر نحكيه على سعد نحكيه على الطرائف اللي صار ونحكي لهم على فواياج عملناه هنا ويس العياري ولسعد والتاني في مالطا نحكيه واكر يعني جيت في الجملة هكي قلت لهم مانيس العياري هكي يحكي شوية انجلي قلت لهم انا لا سعد نحكي جملة انجلي انا ملتنا كمالش كلمة وعم سعود جاني قال لي انيس سمعتش قلت شنو قال لسعد اسعد شبيه شو يقول انا عشت انا شادي كلوب افريكان عشت انا ولا انا عشت حاجة قال لسعد توفى يزي عم سعود قلت تفلت ومش واحد غادي يعني معي والدي هي شي خالد المولي هي يوسف معنا خالي شمام حمدي الحربي ومجد تراوي يعني كنا بيتنا يعني سامي بركة لما مرته بركة لما شوف يعني حاجة فوق المخ فهمت سرتو واحنا نحكي عليه يعني يجينا خبرك من الكيكة يعني اللي يبكي في الكلوار واللي شد بيته واللي ما عاش يعني حاجة سيئة وبرشا كأحساس أنيس مفهوم التأثر والكلام ذي الكل ونعرف أنه رو طلبنا منه أنيس باش يكون متماسك على الأقل باش ينجم يحكينا ونفهمه سينو راهو ممكن كانت معطيات واحدة أخرى ديما نعاود نكرر راهو إن شاء الله البلاتو مش للبكاء لأنيس بعد اللي سمعته حتى قبل ما تكلم أنت وبعد ما سمعتك أنت نجم نعزيك على أساس أنه خوك على أساس أنه شقيقك لسعد الورتاني إن شاء الله ربي يصبرك يا نيس كان عندك رسالة توجهها لعائلته الخوه محمد موجود معنا أنا أحب نحكي حاجة واحدة لمحمد نسأله حاجة يعني يمكن عمري ما سألته أنا محمد لسعد بدل برشا من ساري فين ما في حياته بدل برشا فيه يدوري محمد يوفقني في الحكاية هذه نهار اللي توفيت زهرة الله يرحمها أمه صحيح لسعد بدل برشا يدوري محمد يوفقني يدوري برشا عبيد ما يعفو بر لسعد بالكدا 90% تبدل لسعد من نهارتها ما شفتوش يضحك يعني أنا لسعد عمري ما شفته إنسان عمري ما شفته إنسان تايه عمري ما شفت إنسان كيما كيك يعني ما وين يقعد واحد يبدأ ينفخ قل شبيك لسعد كل يوم يتوفيت يعني قلت لك يعني إنسان متعلق برشا بالفاميل تاعه متعلق برشا بأمه أمه يعني عنده هو يعني لقيمة الأخرى مشينا لدارهم وهكذا زعم أمه قامت شوية لباسة كي بتحكي معنا كي فرحان على الأخرى بعد جمعة يقول وراء أمي توفيت أنا نغزر له كيف يبكي قدامي من بعد لسعد هزيت عبد بالحق ها محمد أنا معكم في الاستوديو يقول لسعد هسي تعبت أنيس ديما تايه أنيس ديما محمد أنت جيت بحذانا قدام مرة والوالدة ما زالت متوفيتش قبل لسعد كان هكا أنت قدام مرة معني تجي للدار وواحد ما كانش هكا برشا أنا ومتلاتكم للدار وانت الدار يعني. يعني. يجي لسعد يجي معه معني صحيح تبدل برشا هو أنا قلت لك يعني من اللي توفيت أمي مشوفتش لسعد خويا يضحك ولا يحكي هو يبدأ موضوع ولا
تكون قاعد يحكي معك يقول لك قولي محمد ولا تيه كما قلت انت. هو محمد. هو محمد. السيدة شانيس حاول تتماسك وكمل لنا شنو اللي مزاد من الكوميونيكاسيون هذا. مش مشكل أنيس، ممكن كان تحب تقول حاجة لمحمد قبل يعني ما نكملوا الكونفرساسيون هذه. أنا أقول محمد نهار تيجي وعبر اسمك نخبر لك نحب نشوفه بس نعرف توفى ولا لا. على كل حال يعني الموت حق يقعد حق على الناس الكل، الله يرحمه هو لسعد، توجعنا عليه الكل، شكينا خلينا نقولوا الناس الكل كيما انتم اصحابه وكيما عائلته، تقعدوا انتم الاقرب وانتم الاكثر تاثر بالحكايه هذه. احنا نشكرك برشا نيس انك تمكنت حتى تحكي معنا الكلمتين ذوما، نحكيوا على لسعد، نحكيوا على عائلته، نحكيوا على كل شيء مازلنا بنحكيوا حيدر. كدبايا مايلوفا، أكيد كل الجماهير، جماهير نادي الإفريقي وجماهير كل الجمعيات، وقلنا ونعودوها لأنه ما تتنساش وقاعدة تاريخية لسعد اللي تعب الناس الكل وبكى الناس الكل، عمل إنجاز كبير برشا نوحد الألوان وذوب الانتماءات الكل، الله يرحمك يا لسعد يا ورتاني يا كابيتانو. وأكيد الناس اللي عاشت مع لسعد أحسن أياماته محلوها ومرها أكيد يتذكروا كل شيء على لسعد الورتاني. نحب قبل ما نكملوا الاتصالات نتاعنا ونكملوا الميسيون نقول انه برشا من جماهير نادي الافريقي، خليني اقول برشا، عدد كبير 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 برشا حبوا يدخلوا معنا، حبوا يكونوا موجودين معنا، لي زمايل الحقيقه قدامي بشكل كبير برشا بالتليفون بغيره، كنا حبينا ناخذوا بخاطر خونا هشام اللي هي من خليط احباء نادي الافريقي في سليمان، انه كلف روحه وجا من سليمان بالليل، خلى ولاده وخلى عائلته وجا باش يكون موجود معنا. هشام مسنور، مرحبا. مرحبا بك حبيبي. عندك امتي ميساج كلمة واحنا قاعدين نتكلم اكيد على حادثة مؤسفة، حادثة رحيل الكابيتان لسعد الورداني. والله انا نحب نعزي عائلته ونعزي بالاخص اختنا مريم زوجته، ونتمنى لك صغيراتك الزوز بنياته ومالك باش يتربي واحسن تربية، واحنا حبينا النادي الافريقي تصدمنا كي سمعنا بالاخبار الاليمة ذايا، واحنا حبيناه لسعد الورداني اللي لعب مع النادي الافريقي بلاش حسابات، واللي عطاه للجمعية، واللي كان في المستوى كبير ياسر، وكان ديما حتى كي نسافر معاهم ديما يبدا يسأل فيه على الجمهور ويسأل فينا أموركم أمريك للأولاد، مصروفكم أمريكين، نشعر أكثر من خوه حبيناه وعشقناه، ونقولوا يا لسعد راك في قلب أحباء النادي الإفريقي، والله يرحمك ويربي يرزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان. يعطيك الصحة هشام، كلبت روحك جيت لهنا والمساج عديته، يعطيك ألف صحة ليك والجماهير النادي الإفريقي. كيف كيف زاد حيدر مساجات بارتو من القروين، من جماهير الملعب التونسي، فما حتى من جماهير جرجيس وترجي جرجيس نقاو في الزميل أكيد ولسعد كانوا مساج في جرجيس بركلة تونس كاملة، فما زاد أحبية فرق أخرى، أحبية ترجي، أحبية الإتوال، برشا كلام في الستوندار، برشا عبيد حبت تتدخل. وان شاء الله هذا المساج نتاع هشام وصل صوت جماهير النادي الافريقي وجماهير الكره التونسيه والعبيد الكل اللي حبت لسعد الورتاني. حكينا دونك، نبداو نحكيو على البدايات ممكن نتاع لسعد، اول ما وصل، اول ما بدا في القروان ظهر. اكيد الرحله بدات من القروان، مسقط راس لسعد الورتاني والليكيب اللي بدا فيها الجي اس كا، محمد عروق واحد من اعز اصحابه في القروان، ونجمنا نسال ونعرفوا السيد هذا اكيد عنده برشا حكايات على المرحوم محمد. مساء النور، مرحبا. السلامة، مرحبا بك محمد. واحنا ليلة عنا ثلاثة أيام اللي ودعنا لسعد الورتاني، شنو عندك تقول، شنو عندك تعبر؟ والله قبل كل شيء نحن رحمة على أخوي وعشيري واللي شفت معاه أحلى أيامات حياتي، من اللي نحن صغار اللي فارقنا لسعد، واللي عمري ما نتخيل اللي لسعد نهار باش نفقده ولا باش يبعد عليا. الله يرحمه ان شاء الله يا ربي، من دنيا الجنة ان شاء الله يا ربي يعطيه على قد قلبه، واللي يعرف لسعد واللي عاش بلسعد
ما ينجم يقول له كان الله يرحمك وربي ان شاء الله تكون في الجنة. محمد ظهر لي انت في الطريق مروح للقروين كنت في الفارق متاع المرحوم الله يرحمه في تونس، منش في نطول عليك برشا، انت موجود في الكياس في اثنية ربي ان شاء الله يوصلك سالم. محمد اكثر حاجات ممكن احسن حاجات تتذكرها من لسعد وانت عشيره من القروين حتى التوى، معناه من بدايته من اوله في الحومة وفي الجمعية في شبيبة القروين حتى التوى لين كمل يعني الكورة ولا من الكلوب كمل مشى للكاريير متاعه كم لاعب وفيت مشى للسعودية بعدها ولا انترنور يعني اجوان في نادي النهضة السعودي. لسعد قلبه مليون صغير عنده في بخه يحب يوصل يحب يعمل كارير كبيرة في الكورة، شعلة من نار وقت اللي طلع يدرينا معي انا خلطت علي كنت نلعب في جيسكا وخلطت علي طلع معنا في ديار معنا كلي اول سيونس دونتريمون ذكرها معنا في سينيور مع العقبي لحبيب رمضان نعملوا في فيتيس من اول تران لاخر تران كلي هارب بالناس كل يخي تلفتوا العقبي والأوليد قالوا يخي شنوه هذا مين جابوه الجوار اللي طلعوا معنا صغير وقتها ونافع حد وخدم وصل واللي حب عليه وصلوا بالرغم كانت كاريره خطيرة كان ينجم يكمل ويعمل مخير ويحترف وجاته الفرصة زادة باش يحترف وما حد تنهد نقولها اللي برشا ممكن ما يعرفوهاش وقت اللي عنده دي كونترا باش يلعب البرة لسعد وتفهمنا قال لي محمد راه معناها عندي عروض ونحب نخرج قلت له كهو قيد باش تخرج مشيت رينا في الكلوب يلقى الجمهور والعباد يبوسوا فيه يقولوا له لسعد ما تخليناش زيد معانا عامين عام مشى ديريكت البلدية وزيد عامين ومع الكلوب جاني الدار قال لي محمد راني زيد عامين في الكلوب قلت له يا اخي مش فاهمنا باش تخرج وتمشي تحت راس قال لي ليه خويا كي ترى العباد تبص فيا وتشوف العباد كيفاش يقولوا لي يقعد معنا ما نجمش قال لي نخرج وما نجمش نبعد على الكلوب وما نجم نعيش كان في وسط الكلوب. يعطيك الصحة محمد عروق عشير الأسعد من أيامات القروين، شكرا لك على الانترفونسيون هذه، الحكاية هذه بالذات باش تأكدها من بعد زوج تخليني نقول أرملة الأسعد الورداني مخيبها الدنيا باقي نقول أربع أيام التالي كان زوجة الأسعد الورداني توا أرملة الأسعد الورداني باش تأكد حكاية أنه كان عنده لي زوفر كان مشي غادر لكن كان متمسك بحب الناس أكثر من أي موضوع آخر، ممكن من الناس هذا اللي كانوا قراب له نقعد في القروين لأنه مسقط راس الأسعد والبلاد اللي تعلم فيها الكرة واللي جاء منها للستاد تونيزيان وللنادي الافريقي خميس العبيدي المدرب اللي أكيد يعرف برشا الأسعد الورتاني. سي خميس مرحبا بك. وبيك يا عايش بارك الله فيك. أكيد من عشك كنت تبع معنا ولا سي خميس تأثر كبير برحيل خونا الأسعد الورتاني اليوم الفرق ثلاثة أيام اللي غادرنا، شنو تنجم تقول في مناسبة من هذه؟ والله يصعب التعبير في على الأسد اللي أنا عشرته وهو أنا ندرب في الأكابر الشبيبة وما زال معناته شاب لا فنصنع أطلع له بالذمة باش تفرغ فيه ونقول له ماذا عنده سمحت لا سي خميس سالش راه موجوعين الكل والموضوع مازال ماثر علينا الناس الكل، نحبك تماسك نحب على الاقل خوه شقيقه احمد موجود معانا اخته زوجته مريم الناس اللي تعرفوا على الاقل مسالش حاول انت تكبر لهم قلوبهم على الاقل تكون تماسك شويه. سي خميس انا عشرته وهو صغير معناتها انا كما قلت لك ندرب في الاكابر وهو عدا شبل مازال عمره تقريبا وقتها في مدارس كرة القدم كنت قلت لك بالذمة نطلع له باش تفرج فيه قل له متفرجوا في هذا عنده مستقبل كبير وبدا يتطور وقت فتحنا المركز تكوين الشبان كان من الأوائل هو اللي دخل مركز تكوين الشبان وكنا نعملوا له وقتها في دي تيست فيزيك سميوه لفاميلوار وصل للبالي با على دو 17 ans معناتها تقريبا 19 كيلومتر بالور
بعد شديت انا المنتخب 2001 وقت وقع استدعاء وجربناه في مباراة ما تهرب الناس كل سيرتو سير لبلان أتليتيك هرب الناس كل ما والله نذكر مرة في مقال في صحيفة قال لابد صحافي وما من تحبش نذكر اسمه قال لابد من لفاح صيفتي أنا قروي جب استدعيت معناها جاملته يقصد معناها وفاح معناها جاملته على أساس الزوز من جهة واحدة وعملت له الكونفوكاسيون ولكنه كان في المستوى سي خميس أه؟ ولكنه كان في المستوى ما كان شفاح كان عنصر فاعل برشا في الدورة هذيك ظهر في دورة العام بحر فرمي الميور جوور هو لابروف ريكومبونس اللي عملوها وقتها ماشين اليابان واحد كان هو وسليتي مستدعين المنتخب الأول معناتها وهو عمره 20 سنة وقتها معناتها الورتاني معناتها سير لبلان أتليتيك ولا كلاغريسيبيتي وفورس دو كاركتير معناتها شيء عجيب معناتها من القلائل اللي معناتها اللعيبة القلائل اللي ما لازم تقول ان دي ميور في مرة تونس في البوست نتاعو بعد خذيت استاد تونسيان وبعد الكلوب افريكان وشفته معناتها كي لقبوه بقلب الاسد معناتها سي لو فريمو معناتها وصف اللي يستاهل لا سعد لا غالب الدنيا سامحني راني انا اي مفهوم مفهوم سي خميس ثلاثة ايام فيسبوك ما حليتوش كي راه زوجته وراه عائلته كل يعطيك الصحة سي خميس يعطيك الصحة بارك الله فيك سي خميس ربي يرحمه لسعد آخر كلمات خميس العبيدي المدرب اللي عرف عن قرب لسعد الورتاني ستارنا الليلة للأسف نقول ستار الغايب انه وقت اللي خممنا باش نعملوا الاميسيون هذه كنا نخموا ديما ستار باش يكون موجود معنا انه الدنيا ياسر فيها ديفياسيون والدنيا ياسر فيها مفاجآت واليوم نلقاو روحنا نتكلموا على ستار لكن غايب ثلاث ايام عنا ودعناه مختار واحد من الناس اللي قرب له برشا واللي عديت معاها برشا ايامات لكن بالاهم عديت معاه اخر نهار في حياته قبل كل شيء بالله نحب نوضح حاجه ولسعد راهو قريبي معناها من فم في الفيسبوك يحطوا جده وخاله مش ابار القرب هو انا قريب من بعيد كنت ام الزهر يعني من العائله من العائله من بعيد من العرش ولا هو العرش فهمت لكن كان أكثر من ولد أختي أكثر من بكل صدق كان كي خويا عشرته برشا أنا من 2002 برسك 10-11 سنة أنا كيما قالك البو سعيد عنده صحاب برشا هو سوسيابل حنين لسعد ما يعرفوش حتى ما ينجمش يكره ما يحبوش ما ينجمش يكره يقبلوا ستانتيب يتحب بكل صدق له الله يرحمه معنا مش عارفش انا ما هو من السعوديه بعت لي دي ميساج ومرات يكلمني نكلمه زاد انا قلت صدق عندي دي ميساج انا ما نسانيش كما يتصل بالناس الكل بعائلته قعد الكونتاكت اكيد وانتم اصحاب لكن مختار جنسيست لانه مهم برشا ساعات الاخرى من عمر لسعد الورتاني كنتوا مع بعضكم شنو اهم الحكايات اللي حكاها شنو اهم الحاجات اللي خمم فيها الناس اللي ذكرهم وانت تكلمت على حاجه مهمه برشا قال لك خذ لي تصويره قدام البارك صحيح. وتمنى انه يجي نهار ويراني نادي الفريقي صحيح والله انعرضته في المطار انا وزوجته مريم واختها مدام سيرين زعيم حيزي باهي مشى روح مع العائله وجات مرتي جلال مش فرد فول هي جات على تركيا هو على المصرية فقد حقيبة بون كمل الإسكال مشى عمل ديكلاراسيون فيها وخذا وراقه مشى روح هكا قلت له تقابلوا راني مروح أنا نهارين ثلاثة برا تفرهد مع عائلتك وصدق كاو اتصل بيا في الليل بعد 11 أنا في عين النصر يتلقاو ليالي الأونس قال لي جاني جيب لي إكسبريس قلت له علاش خرجت وأنت واحد قال لي لا العائلة عن ورقدو كان بحذايا أختي ورجلها محمد الهادي وذكرى ولد خالو فهمت عمل دورة بصراحة بعد اكتشفت
كي مات الله يرحمه عرفت كي يودع بكل صدق. مشينا المنار فما واحد عنده كشك ولا ما استحضرش اسمه قابل هوليود تلفت قال لي شو لاتي بي هذيك مفديه زاده. بعد رجعت قال لي ذكر مخ لاتي بي وين الانباء هذه من جات الثوره هي تنحت الانباء لو رجع لي تاب وكيل تونس في الانباء لاتي بي هذيك تاب تاب سامحني خاطر مش مشكلة تعب برشا حاسيلو ودار الباركينج قبل هذاك بوس فيه ويحمل عن بريسك 5 ما قبلوش موجود هو بعد هبط باركينج وين كان يسكن وقت تعاقد مع الملعب التونسي ورسونيت في المنار قال لي اخزر يا حاسب تذكرك الايامات بعد دار هكا هبط يا لسعد هاي نروحوا مش تروح قال لي استنى يودع مشينا قلت له وين ماشي قال لي انا تنقول لك كان قبل كي تعدى قدام بارك كليب ما يقفش بصراحه ست والعشيه يخزر ما ديما يعمل يلحم ويشوك يعمل لي يبدا يغني مرات عاصمه بلاده هكا بكل معناها بكل من قلبه بصراحه غني الكليب ولا ما استحضرهمش انا حفظهم هو حفظهم رغم غادر الكليب وبطل الكوره معناها بعد دار قلت له ماشي غني مش نمشي البارك طلعنا الحارس وقتها عارفه عارف لسعد بوس فيه ويحمل يحبوه الناس كل قال لي بالله خذ لي تصويرة موجودة بالحق وقف قلت له ها سعيد السابر وصاحبك صاحبه برشا كي خوه قلت له منين ندخل من الباب راني نطلع على سعيد مرات قال لي خذ لي تصويرة شوف شوف الشعار قلت له راهي ظلمة ما ذوك خذيت له الصورة حصيل وخذيت له الصورة ومشى روح على روحه وتوعدنا غدوة مش يرجع المطار باش ياخذ الواحد العقيبة اللي كان ضايع في مصر ووصلت إلى باري كلموه قالوا له راي وصلت في الفوال اللي بعته في الليل اكيد لحظات انت تنساش من بالك مختار تعلموا برشا بصراحه على ابوه والله فما ديتاي مهم برشا مختار انه كلمت معانا جوست نهار الخبر نهار الفاجعه فما ديتاي نحب نركز عليه انه بالنسبه للببليك النادي الافريقي قعدت لهم حاجه توجع وتفرح الملاعبي اللي مشى من النادي الافريقي وبدا كارير في موضوع في انه يرجع نهار ويراني النادي الافريقي خذيت له صوره واحد لفت قال لي اسمع يجي نهار جبته على سعيد وهي مش امن يعني متاكد من روحه هو بقلبه كما حكى يخدم خدام ولا سعيد سي جلال حكيت معاه سامحني في الحديث هو موجود سي جلال خاطر قال لي ما كنتش نتصور يحكي للجماعه نسمع فيه امس رحت في دار سعيد خلوه خدام قال لسعد ما لعبش شويه عنده شخصيه قال عجبني تفاجأت فيه بورتون يعني عندوش كارير كبير كونترول بداية مشجعة قال يجي نهار يجي نهار حاول الله ما راني في الكليب نبداش حتى بالمينيم كادي يجي نهار راني فيها أقسم بالله الله غالب الوقت ما كفيش لسعد باش يحقق الأمنية نتاعو جوست التصويرة اللي حكيت عليها قبيلة يعني التصويرة اللي خذاها قبل سوايع خلينا نقول ولا دقائق من وفاته ممكن ان التصوير هذيك الناس كل شافتها في الفيسبوك مختار كانت الملامح انت على سعد سبيسيال تحس انسان نورمالمون جاي متوحش لبلاد يكون فرحان برشا لكن ممكن من علامات التوديع اللي هو اتصور وقتها قدام البارك البلاصه هي بيدها اللي من غدوه وقت تعدى زنازه تقف قدامها العبيد وقفت قدام البارك بلا سعد وقرات عليه الفاتح صحيح كنت حاضر طبعا بالنسبه لسعد لسعد حنين برشا لسعد كي يفرح واحد يفرح أكثر من اللي يفرحه من الشخص الحق راه أقسم بالله مش نكتب على مية اللي كي خويا راه خويا صح عشرة راه العباد الكل وشهد العباد الكل اللي خالد حب الناس الكل اللي يسخف ومرة بحذية أنا حتى كي كان عاز فيلم يتفرج فيلم يبدأ يبكي نغسل نقول شبيك لسعد راه سيدي سينما يقول سينما شنو مقطع ما يتصير في الحقيقة الأفلام شنو حقيقة تصير بيبكي صدقني سنسيبل برشا دري سنسيبل وصحيح كلام محمد والبصعيدي من اللي مات الظاهر امه الله يرحمها الله يرحم كان متعلق بها برشا برشا كان يحب اخواته كان يحب خالاته وعموماته كان يحبوه برشا اللي فقدوا زاد في جوان الله يرحمه معناها ما نحكي لكش ما قد ما نحكي يا اخويا ما الفو ديزاني 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 باش نحكي ونفسر ما هو شكون هو لسعد الورتاني والحمد لله الجنازه اللي صارت عمري ما ريتها في حياتي كامله حضرت نمشي للجنازات نحضر نقوموا بالواجب كل صدق غير بصراحه انتم شفتوا تاريخيه
كل ما في الكلمة. الله يرحمه من إن شاء الله كرموه في موته الإفريقي وهو حبه ويحبه زيادة الحق. حتى نمشي البارك ديما كله زونترونور اللي جوا الخدامة الموظفين طول مرة طونزونتون بارك ليب صراحة وينو لسعد وينو لسعد الناس كل ما ريتش واحد يكره لسعد الحمد لله ما عندهمش علاش مش يكرهوه. محبوب برشا تفاهمنا في هذا الكل ومتفاهمين وديما نقولوا راه مستأبين مش الانسان اللي توفى اللي نذكره بمحاسن ونتكلموا على مميزاته. هذا راه كلام صحيح وهذا كلام صادق ومن القلب لانه الحقيقة الناس الكل المدينة ما غير حتى استثناء اللي يتكلم على ناس عادي يتكلم كان بالكلام هذايا وبالمنطق هذايا. خلص الدمعة توصلنا العشرة 32 دقيقة سهريتنا متواصلة ستار شو ستارنا الليلة الغايب علينا لسعد اللاورتاني من ثلاثة أيام الليلة الفرق متاعه إن شاء الله ربي يصبر الناس الكل ونعاود اللي كنت نقول فيه من بكري إن شاء الله ما يغيب على ذهن حتى حد باش يترحم على أخونا لسعد اللاورتاني. وهذاك هو الهدف من السهرية متاعنا الليلة إنه كل واحد يسمع اسم لسعد اللاورتاني ولا حكاية ولا ذكرى ولا لقطة كانت فيها طيبة وكانت فيها جست باهي مع الناس اللي عاشروه وكانوا موجودين معاه يترحم على لسعد الورتاني. نكملوا ناخذوا تليفونات مع الناس اللي عرفته وعاشت عن قرب مع لسعد الورتاني. فوالا حيدر حكينا قبيلة على برشا حاجات برشا مراحل في الحياة متاع لسعد الورتاني منهم المرحلة نتاع تونس 2001 والميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية. كنا نحكي مع المدرب خميس العبيدي كان قريب للملعبية وزاد فما ملاعبي صاحبه قريب له يحبه برشا عاش معاه البريود هذيك وموجود معنا مباشرة من تركيا علي الزيتوني. مرحبا بك. مرحبا بك اسكندر. مرحبا بك حيدر. مرحبا بك علي. عنا برشا ما تكلمناش ما سمعناش صوتك في الراديو تمنينا تكون مناسبة أخير لكن للأسف أنت موجود معنا ليلة باش نحكيو على الراحل ثلاثة أيام ديجا على رحيل علي. صحيح يقول لي واحد عنده ثلاثة أيام أنا واحد مش قد بعضه شوكي نسعد خونا و عشيرنا فهمتني عشت معها هنا مرحلة 2001-2002 معناها سيرش علي حاول تتمسك انه مهم زادا نسمعوا كلامك انه لسعد قلنا اللي صار في الجنازة التاريخية ووحد للوان وانه يعني الانتماءات كل ذوبها وانت ولد ترجي هو لعب في النادي الافريقي ويتسمى من ابناء النادي الافريقي لكن هذا ما كان عنده حتى معنى في عشرتكم وعلاقتكم عليه. صحيح كما قلت لك معنا بعضنا 2001 مع بعضنا ديما معنا فما لقطة ديما ذكرها ديما معنا بعد ماتش الفينال معنا بعد البونتو اللي ماركيت وكي مشيت معنا ديريكت مشيت تجري معنا تحملت لسعد نجم تقول هذيك أكثر حاجة ذكرني بالبريود هذيك بالترنوة هذيك فهمتني علي اللي شد في كلام الناس الكل اللي تكلمت انه يخليك تحس انك خوه صغير انه شوف لسعد يمكن انا عشت في تركيا من عام 2007 انا عشت في تركيا بعد معناها نشوفه بعضنا كان في الليكيب ناسيونال اما لسعد معناها من تنجم تقول من هالولاني اللي تعرف فيه لسعد تحبه معناها تتحس واللي عندك برشا تعرفه فهمتني حنين ديما يضحك ديما يفضلك حتى كي كنا قبل مع بعضنا في الليكيب ناسيونال معناها عرفتك اللي بعد العشاء ولا بعد ما نكمل نترانيه ولا معناها قاعدة ما فيهاش لسعد من تحس في روحك فما حاجة نقصدك فهمتني تطول انت معناها واحد الله يرحمه الله يرحمه وينعمه كما كنا نحكيه ويعليه ماذا بينا اي واحد يسمع فينا اي واحد في الداخل معنا جست يطلب له بالرحمة وكل رحمة زايدة إن شاء الله تنفعه في الآخرة دونك كما قلت لك نعضيه في الواحدة معناها فهمتني الشعب التونسي الكل
جمهور القروان، جمهور الستاد، جمهور كليب افريكان، الله يرحمه، ديما يلزمنا نطلبوا له الرحمه. وراجل خاطر راجل ومحبوب، حبوا الناس كل فهمتني. انا ربي يصبر عائلته. وانا نذكر اخر مره قابلت فيها انا ولا سعد معنا فرحان، قال لي عندي معنا، قال لي مرتي ولدت وتويا ما جاوني معنا. ان شاء الله ربي يرحمه انتوما اصحابه عليه، ممكن من العبيد اللي يلزمهم يكونوا موجودين ان شاء الله مع العائله نهار اخر، وان شاء الله يكونوا موجودين مع الصغار صغار الاسعد الورتاني اللي يقعدوا في امانه العائله وامانه اصحابه واحبابه والناس القريبه ليه. نشكروك برشا علي اللي كنت معانا مباشره من تركيا، نشكروك انك نجمت يعني تتقوى شويه على وجهي وتعطينا كل الكلمتين. وماجل الاسعد الورتاني اخوك واخو تونس الكل. خلينا نقول شكرا لك علي، يعطيك الصحة. أكيد تكلمنا بكري مع المدرب عبد الحق بن شيخة، لكن كان فما مدرب ثاني زاد عاش مع الأسعد أحلى الأيامات في نادي الإفريقي. ونذكر ونحكي جوستومون على بطولة 2008 المدرب نبيل الكوكي الحالي للنادي الإفريقي. مساء النور، مرحبا نبيل. مرحبا حيث، مرحبا. تبع فينا أكيد نبيل، وكنت تسمع في التدخلات اللي جات الكل، ما عرفش شنو تنجم تزيد على هذا الكل. ان شاء الله ربي يرحمه ساعة قبل كل شيء، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وان شاء الله يعطي الصبر لعائلته الكل. عائلته الكل كنت نقول عائلته الكل، لانه الاسعد معناها كي تشوف الجنازه نتاعو تعرف معناها الاسعد شنو هي علاقته الإنسانية، خلينا من الكورة والعب وقداش العب وشنو العب وشنو عمل، هذاك كله تاريخ معروف معناها كلاعب. ولكن كان إنسان معناها، كان تقريبا كما قال لك خويا علي توا معناها، يعني الناس كل تحبه ولا سعد ديما ضحكة ديما سبونتانية، تعمل سبونتانية معناها في كل ملاعب جديد معناها. ثلاث سنين تقريبا معاه في النادي الإفريقي معناها، نعرفه وخويا شيكتو تعرف الأدجوان ديما يكون اقرب برشا من العباد، دونك نعرفوا بالباهي بالباهي. لا سعد اون بليس اللي تقريبا تجمعني تم علاقه لانه الفامي نتاعو ومرته ومرتي معناها يعرفوا بعضهم، دونك نعرفوا بالباهي بالباهي. دونك ان شاء الله ربي يرحمه، انسان معناها يعيش سبونتاني في حياته، ديما الضحك على وجهه معناها انسان ان شاء الله ربي يرحمه. كاو تاثرنا الناس الكل. حبيت حاجه واحده باذن الله ان شاء الله بكريكا، خاطر سمعت بس تصور وفي بالي وشفتها حتى صورة أنا معناها في نهار الوفاة، وشفتها في التصويرة في التليفون اللي تصور قدام شعار النادي الإفريقي. إن شاء الله بقول ربي إن شاء الله معناها هذاك وعد، إن شاء الله وعد ما عندنا ما عند الكوكي بيرسونيل، ما عند اللاعبين إن شاء الله نتاع النادي الإفريقي. إن شاء الله بقول ربي إن شاء الله يتم تكريمه بهدئه إن شاء الله حاجة في الموسم هذا إن شاء الله، لأنه عزيز علينا وعزيز على هو ولد الرياضيين الكل، مش ولد نادي افريقيا هو، لكن الفترات يمكن الكبيره اللي عاشها في نادي افريقيا خلات معناها تعلق ياسر معناها ما بينه وبين جماهير. ان شاء الله ان شاء الله نكرموه، ان شاء الله نهديوا له حاجه، لانه هذاك على الاقل اقل حاجه نهديوها له مره اخرى ان شاء الله ربي يرحمه. شكرا لك نبيل الكوكي على الانترفونسيون هذه معنا، يعطيك الصحه. ان شاء الله ربي يرحمه الاسعد الورتاني، اكيد الناس القراب لهم اللي عاشوا الوجيعة الكبيرة. احنا ديما نقولوا نحكيوا على رواحنا بيرسونيلمون، الاسعد ما كناش نعرفوه برشا، كنا نعرفوه من بعيد كوارجي، كنا نسمعوا عليه الحاجات الباهية، وخليني اقول تشوينا نهار اللي سمعنا الخبر وتعبنا برشا، فما بالك اقرب الناس. تشوينا برشا كما كنت تحكي حيدر، كما كنا نسمعوا في العبيد الكل واصحابه وعائلته اللي كانت تحكي يعني على الاسعد وفريق الاسعد، الخبر اللي كان كالساقة خلينا نقول على تونس كاملة. لكن انا نتصور اكثر انسان حس وتصدم وتالم يعني كيسمع الخبر هذايا هي مدام مريم الورتيني زوجة المرحوم. فما حتى حد ممكن ينجم يحكي لنا على الاسرار نتاع الاسعد وتفاصيل اخر لحظات نتاع حياته كيما مدام مريم الورتيني اللي نحنيوها يعني نحيوها بالمناسبه. كانت امراه فاضله، امراه قويه برشا، ظهر لي حيدر لازمنا برشا كلام نجمو باش نوفيو لها حق المراه هذايا في ظرف كيما هذا. قبلت باش تحكي معنا وحكيت معنا أقوى من 1000 راجل، خلينا 10000 راجل، حكيت على برشا حاجات منهم الموت متاع زوجها أو أرملة المرحوم. تحكي على الأسعد المرض. أنا من الأول معناتها قاعدة تليفوني، مشيت نصلي في 6 الصبح وتليفوني لا استغفر الله، مشيت من الأول صليت 3 الفجر، تقول لك هيك مش مسيتها نقوم مش صليها الحق،
قمت صلي دوشت عملت الطهارة الكبرى وانا مقول نقول طهارة باش نقبل عزي راجلي. ووقتها معناتها استبتيتو كلمتو قلت له سعد وينك هكا توا احنا متوحشينك وكل وانت لتو جيت يا اخي شبيك؟ قال لي هاني في النصر في القهوة وهمشي باش يجيب الكرواسون ويجي. قلت له بيها نستنى فيك. خذيتني هكا عيني وجيت نصلي في الصبح، كملت صليت وجيت نشوف في التليفون نلقى واحد متاع 71 معناتها نور نسخن نور الروضه متاع ودي باش يقول لي شبيك ما جبتوش وانا ما هزيتوش خاطر لخاطر بوه فهمت. بعد كلمني رئيس عاود كلمني عاود كلمني متاع المركز قال لي عسلامه. قال لي شكونك انت؟ قلت له سامحني شكونك؟ قال لي لي راهو حادث مرور. انا هو كي قال لي حادث مرور قلت مادام وصل المركز كلمني مادام فما حاجه. قلت به ايش فما؟ قلت له قال لي شكون السيد خاطر الاسعد الله يرحمه سرقوا له اوراق الكل اللي عنده معناتها هو ميت سرقوا له فلوسه برمي نتاعو بطاقه التعريف نتاعو ما لقاوش ما عرفوش شكون. قلت لك وقت اللي خرج من المطار فلوسه او كي خرج من الدار عنده ما يخرجش الاسعد من غير برمي ولا بطاقه التعريف ولا انا ريتو انا حطيتهم له ما لقاو حتى شيء. ناخذ مشيت المركز ديجا لقيت باسبوري خاطر خرج في كرهبتي انا باسبوري انا وكارت غريس تاع الكا هذاك الشيء لقاو. حتى تصور انت حتى 100 فرنك ما فماش في الكرهب اللي هي امبوسيبل واحد ما يخليش حتى حسيد. كلمني البوليس قلت له يقول لي قال لي الكهرباء مشيتي ودي قلت له مانيش في الكهرباء. هو كلمته لباس يعمل لي هي تعب شويه انت معك شكون؟ قلت له معايا ولادي معايا صغاري. قال لي بيه هو قلت له بيه وينه؟ قال لي هزوت شر نيكول راهو تعب دايخ شويه. قلت له انت كلمته؟ قلت له قال لي شكون هو؟ قلت له لسعد ورتاني. قال لي لسعد. قال لي ليه يظهر لي مش هو؟ قلت له بيه هو قال لي مش هو. انا ارتحت. بعد قال لي عنده منقيله هكا عنده خاتم هكا. خرجت كالمهبوله حسيلو في الشارع عندي جارتي نلقاها هزتني. مشيت للشرنيكول قلت لهم في لاسا قالوا لي ما فماش. مشيت للرابطه قالوا لي ما فماش. من بعد مشيت للاداره قالوا لي في الغياء. قلت الحمد لله في الغياء نجم يعيش. قلت تقسيق وعينه ويده المفيد هو موجود. وبعد كلمتني اختي نسمع فيها تبكي قلت لي قتيلي هنا في شو اسمه في الاورجانس اكاو. مشيت لورجانس نلقاهم عاد يتبكي وقلت لها شنو انيس لاباس لاباس في بالي باش تقول لي راهو تعمي سبحان الله معناتها قلت واحد يبكي بالله فذيكا مش متاع اما مشيش المخي الموت جمله معناتها اكاو. بعد قلت لي راهو ميت ميت ما صدقتش اي حيت نلقاه نضرب في راسي فيه معناتها نضرب مش نضرب نخبط ليه نقول نحلم ونقول يا ربي مش نفيق من الحلمة معناتها مش صحيح. نذكر الراجل اللي مشيت له من الاول اللي السيكوريتي في شديته وتنخنق فيه نقول له شبيك تكذب عليا ضربته ولا ما نعرفش مسكين الراجل بالحق يحكيوا لي بعد العبيد. نضرب في راسي نقول لهم تكذب تكرهوني نقول لهم تكرهوني لسعد ما ميتش واو يزي يزي نقول لهم ماهوش يهوني الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمه. كان هذه آخر كلمة من البارتي الأولى من الحوار اللي كان مع مدام مريم الورتيني أرملة المرحوم نسعد الورتيني. هذه العائلة الصغيرة في نحكيو عليها توا محمد هذه الأرملة متاع المرحوم نسعد قديش كان عنده صغار؟ عنده ثلاثة اللي هم مالك اللي هو أول واحد عامين ونص توا. بعد عنده ساندرا وسليمة جوز وزوجته 8 شهور هيك حاجه هيك 8 شهور عمر. علاقه كبيره كانت بين لسعد واولاده سورتو على مالك. سورتو مالك يحب ياسر مالك بالرغم من قبل يحكي لي يقول لي ماذا بيه تجيه طفله معناها كي جه مالك تعلق به ياسر حبه ياسر يخرج الصباح باش يعمل قهوه يهزو معاه كلي فرحان به ياسر لدرجه ما تصورش. عمري ما ريت لسعد من بعد ما توفيت امي فرحان الا وقت ما جه مالك. كي جه مالك تبدلت شوية حياته ولا يخرج معها الصباح يشربوا قهوة وين بشي يمشي يهزوا معها هو زاد كيف كيف متعلق ببوه ياسر. إن شاء الله ربي يصبرهم ربي يصبرهم. دونك انت حكيت على علاقة كبيرة علاقة متينة بين لسعد وأولاده وثلاثة سورتو على مالك وكلام أكدت هنا يعني السيدة مريم الورتين قد يوصي فيا على ولاده على خاطر مشي بالو باش عاود يرجع للسعوديه رد بالك عليهم رد بالك على ولده مالك زيتها برشا برشا. ديجا هو اخر نهار قعد انا وياه
يقول لي ميلك معناتها ما فميش الحب اللي عندي الميلك لا حبيته حتى حد في حياتي. قال لي لا لأمي لا لأم، هو أمه وأمه عنده الدنيا كل في حياته الله يرحمها. قال لي ما حب ميلك ما فميش. قال لي بابا الله يرحمه وأمي الله يرحمه. قال لي ما توليت نتعارك أنا وياه، يقول له كيفاش تحبوا خير مني أنا اللي جبته مش. قال لي مريم لي لي ميلك. قال لي ميلك، وحتى بنيته يحبهم يحبهم ولده تاع ولده تقول حس بيها ولده. عرفت انا نقول له نجي نعنق لاسعد ولدي يضربني يقول لي نو باباتي. قال له ليه باباتي هنا؟ يقول لي نو باباتي هنا. بالحق ويشدوا كريستاب كي مالك ولدي والله شدوا كريستاب كي. يقول له بيه هاي باباتك انت باباتك انت. هو يقول لي يزي علاش تبكي فيا حرام عليك يزي. والولايد ما حبش يسيب بوه ساعه جمله. يا رجل سعفنا بكلام نوصفك به، قد قدم علي نحب نقوله بالضبط حب اللوج والكلام، لأنه في الكلام في الأسعد اللورتاني وفات الذكريات الجميلة والصفات الباهية والرجولية والقلب والحنية والتواضع والكرم وبرشا حاجات باهية كانت في الأسعد اللورتاني، لكن كان عنده زادة حاجات توجعه بالحق. معناتها الأسعد تظلم ما عاد موقف مع حد مع وقت الكورة أي كانوا صحاب فقعدوا فما كالكوزان معناتها صحابه يسألوا عليه وكل. أما الباقي الحقيقة هو يبدأ يبكي بعد ساعات راهو يبدأ قاعد نقول له يا أخي شبيك طفل صغير تبكي على مسؤول ولا حد. يقول لي راهو معناتها كيفاش يقول فيا هكا كيفاش. حتى لما يتلخر حب يمشي مرافق ولا كلموه وبعدين أقول له ليه يا لسعد معناتها مشي كمل أقرأ ومشي من باب الكبير مشي مدرب ولا حاجة. وحتى مع السعودية يقول لي ميساج أنا كان سوغ سوغ مرافق مش لازم نريني المفيد مع الكلوب المفيد نمشي معاها زيد الكلام تاو زيد بالحق زيد. أنا معناتها لسعد في حياته كي نشوفه نبدأ نبكي مش توا معناتها بعد أهم ما ميت زيد 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 الكلام زيد. أنا دموعي نشفت ما عادش تحب نبكي خاطر دموع نقول بكشي ربي تيهبطهم عليه النار إن شاء الله ربي يرحمه. وبقدرة ربي لسعد حي بيناتي أنا في داري لسعد شقد حي عندي ولده نشوف فيه معناتها ولدي كان نشوفه كله لسعد معناتها ولسعد صغير كل ربي صبرني يشوف ولدي فيه وقعه. واسمه مالك ولد الأسعد الكبير ربي فضله وربي يحفظه. وهو من اليوم من 3 أيام هو الراجل متاع الدار إن شاء الله يكبر في طاعتهم وزاد لي قدمه مسؤولية كبيرة واللي هي من اليوم ومن 3 أيام هي مناضلة عندها 3 صغار عندها مسؤولية كبيرة 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 في زمن قاسي. نقول إنه صعيب برشا واحد يخلط ينجم يربي 3 أولاد، لكن اللي شوفناه اليوم من عند مدام مريم يأكد لنا إنه باش تكون قد المسؤولية وأكبر منها بإذن الله. محمد دي سوسي كانوا في ذهن الأسعد الورتاني، حب يكون مع النادي الافريقي وجعوا شوية كلام ساعات. انت قريب له برشا تعرف الأسعد تعب ياسر بعد ما خرج من الكلوب تعب ياسر ياسر. عرف شكون اصحابه شكون لا وقتها. ابسط حاجة اللي كان يكلمه في النهار 10 مرات ما عادش يجي من عنده حتى تليفون يحكي لي يعني يقول لي هكا وهكا. قل له شو عندك فيه يعني ما فاتش الدنيا معناها من بعد وعادي يصير هكا تو عرفت شكون اصحابك وشكون لا. ياسر ناس قراب ليه معناها تبدلوا معاهم بعد ما خرج من الكلوب ما نعرفش علاش. وجعته ياسر لسعد وكل مره يقعد يتذكرها اصحابه ملاعبيه ولا اصحابه البرة. فما زاد مسؤولين من النادي الافريقي زاد وجعوا لسعد ياسر في وقت ما في وقت ما صحيح. انت حكيت على الاصحاب اللي خلاه لسعد بعد ما كمل الكوره. فما اصحاب في النادي الافريقي حتى لتو اصحابه حتى لتو يحبوه حتى لتو واقفين معاه وشيعوه لاخر سجوند او لاخر سانتي. يعني نحكي هنا على ايمن الرهيفي موجود معنا في الاستوديو موجود جاي معاك محمد. مرحبا بك ساعي وبيك عايشك نعزيك ونقول لك زاد البركه فيك. انت من اكثر العبيد المقربه لسعد الورتاني ممكن أكثر حتى من العائلة عشت معها في النادي الإفريقي في الأصحاب تبدأ في الجروب لأسرار أكثر من اللي يسمعوها العائلة ولا يسمعوها حتى في الدار الصغير. صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء يمكن الأسعد أكثر من خويا عندي 2 أولاد والثالث هو الأسعد الورداني الله يرحمه ديجا من عيط له الصاحة من عيط له خويا الكبير هذا من عز الأصحاب ديجا قبل ما نمشي نتحول النادي الإفريقي وكنت معه صاحب رياضي بالمرسى كان صاحبي نتقابل
كي مشيت للنادي الافريقي فرحت برشا ولقيت صاحبي هو الأسعد الورتاني الله يرحمه. يمكن مش مزايا يمكن مش نوصل للقبارة نتاعو. أنا كنت حاضر في الدار وكان بجانبي على وقت اللي هو ميت. تقول طفل تقول كأنه مقيل عرفت راقد وبش يقوم. أنا مانيش مصدق لهذه اللحظة وكنت نحكي لخو محمد بالرسمي مانيش مصدق بالرسمي لهذه اللحظة. الحقيقة ممكن من أكثر الكلام اللي تعاود مانيش مصدق لكن ممكن نعرف شيء من نحبش نقول لك خمم هكا ولا هكا. ممكن أنت تساعد محمد وتساعد الناس اللي من عائلته. هذه الحقيقة الأسعد خلانا وخليكم وخلى عائلته وخلى أصحابه. ممكن ما نحبش نقول مرحلة ما نحبش نقول نهار وتعدى لكن الواقع أنه الأسعد غادر أنه الأسعد عند الرفيق الأعلى أنه الأسعد قريب من أمه اللي حبها واللي كان يتكلم عليها. وكنت أنت محمد هو كتلنا أنه من نهار وفاة زهرة لا يرحمها أم الأسعد الورتاني كأنه متشوق باش يمشي لها وصار هذا الأسعد بحذا أمه. هلا غالب هلا غالب هذيك ربي شحب نقوله. ما مش نرجع نقول لك بالنسبه لي انا لسعد خويا ما ماتش اما في نفس الوقت نقول الله يرحمه. اما بالنسبه لي انا ما ماتش كيف نشوف زاد نحب نتوجه بالشكر لاصحابه ايمن انيس العمري انيس البوسعايدي شكري زعلان ان شاء الله ما ننسى حتى حد خاطر توا بالحق ساعات ننسى. سعيد السايبي ايمن سعيد السايبي ايمن بن زكري ايمن بن زكري ماهر عامر برهان غنام برشا برشا ان شاء الله ان شاء الله ما نكون نسيت حد ان شاء الله. العكروت. امير العكروت صحيح كمال زعيم كمال زعيم كيخوه زادا ان شاء الله ان شاء الله ذوما الناس كل ما ينسوش العشره نتاع الاسعد ويتذكروا اولاده ويتذكروا مالك بالخير وساندرا وسليمه معناها ان شاء الله حد ما ينساهم خاطر الاسعد ما كانش خايب قبل ما نجمش يكون خايب. صحابه كله لسعد اللي يعرفوا دقيقتين من زمان يقعد مع دقيقتين كهو يحبوا معناه يقعد يذكروا بالخير. وسرتو محمد وايمن باش نرجعوا اكيد نزيدوا نتكلموا انه ثلاثة ساعات وعلى امتداد ثلاثة ساعات ذكرانا الباهية ذكرانا الحسنة هو لسعد الورتاني الكل اتفقوا انه مش باش تنساه. في ستار شو ستار اللي غايب علينا عنده ثلاثة أيام وماش حبيناه لسعد الورتاني حبيب الناس الكل وعشير الناس الكل. إن شاء الله يا ربي نكونوا على الأقل شوية بركة جاست الروح المرحوم والفقيد والعائلة والناس اللي تحبوا الكل. مش كونوا معنا تدسويت سي كمال يدير رئيس النادي الإفريقي سابقا اللي يعرف لسعد الورتاني مليح كيف كيف طارق الأحمر خالد القربي ناس عرفت المرحوم برشا. لكن خليني نعدي ميساج هذايا الجماهير النادي الافريقي قداش لسعد الورتاني كان يحب النادي الافريقي. هذه مريم الورتاني. لسعد الكلوب حياته. انا نقول لهم كلوب معناتها لسعد كي خرج من الكلوب لسعد مات مش ما ماتش توا. لسعد قال له من نهار اللي خرج من الكلوب قال لي معناتها حبيت نخرج من باب الكبير الله هو هذاك مكتوب وكل ما هو نقول لسعد مات من وقتها ذيب ذيب الحق ذيب انسان شفت النوارة كذوب هكاك خارج من الكلوب مش مستوعب. جي كونتراتو في الإسماعيلي المصري انا نقول له يا لسعد صحح وقتها جست بطل من الجرجيس. يقول لي يا مريم راني ما عادش بعد الكلوب قال لي باش نتبول على العبيد راني سقايه ما عادش تجاوب ما عادش انا ما نجمش نجاوب راهو مع وفيت الكلوب انا وفيت حتى بعد مشي الجي اس كا وفرحوا به وكل شيء فما ماتش وقتها كونتر الكلوب. قال لي وقف قال لي شوف فيهم ما نجمتش قال لي قال لي جيسكا معناتها ليكيب نتاعو الام وكل قال لي ما نجمتش ما نجمتش وبطل ديجا قد قد وقام قال سي وفيت الكوره ما عادش كور معناتها مش تقول لك توا فديتو الاسماعيلي المصري كان ينجم يقول لك هاكا باش نخرج وكتا شناي هو لي معناتها روحه كانت في الكلوب وقلم ميت في على خاطر الكلوب. هذه شهادة مدام مريم الورتاني كلام كبير على حب لسعد للنادي الافريقي. فمع بيت تعرف اللي لسعد يحبها بالحق يعني النادي الافريقي كي يشوفوه في التيران لكن كي نسمعوا كلام بعد كيما هذا يعني ممكن
نصور حاجة كبيرة برشا بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي اللي ما كانش تعرف لسعد يحب الكلوب بالدرجة هذه، ومن العبيد اللي شهدت على حب لسعد للنادي الإفريقي رئيس الجمعية وقتها في عام 2008 عامل تتويج عامل بطولة للكلوب السيد كمال إدير موجود معنا. مرحبا سي كمال. أهلا وسهلا. نحب في البداية نتقدم لكم بكامل الشكر على الحصة اللي عملتوها الاعتراف والوفاء للاعب، لأنه من الخصال متاعو عديدة وعديدة جدا اللي يعلم الرجولية، يعلم حبة المريول، يعمل الجرينتا. معناها كي كان يهبط الترا ما كانش ما يعرفش معناها كالتخبي أو رجول، معناها هو القلب النابض متاع الكلوب أفريكان، وهو اللي هز الكلوب أفريكان بأخلاقه وبمحبته لجمعيته وبمحبته لأصحابه، لأنه كان شرف لي معناه وللفريق في الوقت ذاك باش يعطينا الكابيتانا لسعد الدورتاني، وكان معناها خير ممثل لزملائه اللاعبين معناها اللي كان يدافع عليهم بكل معناها قوة وبكل شراسة، وبقدر ما كنت أنا نعمل عليه معناها في الظروف الصعبة اللي نجموا نتعدوا منها، وتعدينا من ظروف صعبة مع بعضنا سواء مادية أو غيرها، وكان هو ديما عنده الدور باش يريض الأولاد ويركحهم ويعرفوا اللي ما بيناتنا معناها محبة وعلاقة كبيرة. كيفاش سي كمال كان بتاتر هو اللي بينكم كإدارة وقيت الملعبية، كيفاش كنت تذكر احكينا شوية؟ يعني في كل القرارات نسعد كان يجي عادة الكبار متاع الجمعية متاع الفريق ويسام أخلاق عالية، خالد معناها هذا من الكبار الركائز متاع الجمعية، وسامة ما يحبش يتكلم برشا ولكن كانوا هذوم الكبار اللي باش ناخذوا اي قرار نحكيوا مع بعضنا، نحكيوا مع بعضنا في الميثاق اللي باش يربطنا في اول السنه، نحكيوا مع بعضنا في كل معناها ما يهم النادي في البريمات في التصرف بعد اللاعبين في برات معناها الخلاص، ما تكونش عندنا سيوله في الجمعيه نطلب منه نقول له الاسعد راهو يصعب توا باش نخلصكم معناها ان شاء الله جمعتي نخري ان شاء الله، ولكن نشدوا وعودنا. وهو كان كيقول كلمة للأولاد كان ثقة كبيرة ياسر، ناهيك أنه حتى كي غادر نادي الفريق قعد يسال فلوس وعمره ما طلبهم، قعدت نعطي فيه معناها بكل ما يدخلوا فلوس نادي الفريقي حتى خلصنا معناها على آخر واحد. وانا نقول المرته اللي تقول راهو ما غادرش نادي الفريقي لسعد لأنه قعد في قلبنا، لأنه هذاك الكابتن اللي هز البطولة بتاع 2008 اللي كنا متعطشين لها معناها كل معناها الأفارقة متعطشين فيها بالروح، معناها هذيك اللي كان لسعد يحطها في المقابلات الكبيرة لولاد كانوا معناها يتعداوا ويتحداوا الناس الكل، والحمد لله قعدت معناها علاقة قوية كبيرة ما بيناتنا، وقعدت باتصال مع لسعدنا في كل معناها مرات نعيدوا على بعضنا ويكلمني ونكلموا معناها في أمور أخرى، وإن شاء الله نقعد عائلته الثانية عائلته الأولى وليدته في ذمة الناس كل، ولكن احنا مسؤولية كذلك. لسعد كانت حسرة كبيرة، نستعذر لبعض الإذاعات ما نجمتش نعبر على شعوري معناها على الحسرة اللي حسيتها نهار اللي توفى لسعد. اليوم بعد 3 أيام واحد يحاول معناها يركز أموره، ولكن معناها خسرنا من خيرة الأولاد الرياضيين التونسيين ومن خيرة من عاصمته النادي الإفريقي في السنوات الأخيرة، وأنا كانت علاقتي كبيرة معه واحترام كبير لسعد كنه ربي يرحمه وينعمه، وإن الله وإن الله يراجعون، وإن شاء الله معناها في الجنة، وإن شاء الله معناها عائلته تقعد قريبة لنحنا، وإن شاء الله نادي الإفريقي اليوم أنا متأكد أنه معناها تقعد عائلته الثانية هو موجود، ولو يقعد في قلبنا حتى لو كان غادر وفارق الحياة يقعد في قلوبنا يقعد برجع، وشفته معناها الناس الكل، ونحب نحيي كل الجمعيات اللي حضرت في الموقف متاعه، ما سميش معناها ألوان متاع الناس الكل كانت محتصرة، شفت ناس من جميع الفرق معناها بالطبيعة اللي لعبت فيهم القروين برؤسائها والملعب التونسي، ولكن من أحباء الترجي والمسؤولين متاعها والنجم الرياضي الساحلي وكل الجمعيات معناها كانت حاضرة معناها، هذا ما نعبر عليه لأنه معناها خلى مكانة كبيرة وحسرة كبيرة عند كل التونسيين حتى اللي ما يعرفوش الرياضة، وربي يرحمه وينعمه وربي يصبرنا الكل ويصبر عين. شكرا لك سي كمال. بعد إذنك نطلب منك لو كان تحب مساج لمحمد شقيق لسعد موجود معنا في الاستوديو. محمد معناه هو اللي أقرب معناه للعائلة، أنا طلبت حتى من زوجته قبيلة في الفرق، و...
ونط بن محمد راه والنادي الافريقي عائله كبيره معناها وعمرنا ما نخليه ببعضنا. يعرف اللي لسعد معناها في قلوبنا حي وكل ما يستحق حاجه معناها موجودين ويكلمونا في كل وقت ونكونوا بقدره ربي معناها كانه هو معنا لوليداته وعائلته وانا اللي وانا الى راجعون. شكرا لك سي كمال، كنت موجود معنا الليله في السبيسيال اوماج لفقيد الرياضه التونسيه قلب الاسد الكابيتان والاسعد الورتاني، يعطيك الصحه سي كمال. نكملوا لي زانترفونسيون اسكندر. نكملوا مع لي زانترفونسيون، فما موجود معنا ملاعبي ان شاء الله يكون موجود معنا في اللحظات هذه موجود في قطر، نحكيوا على خالد القربي وواحد من الملاعبيه اللي أصروا باش يكونوا موجودين وباش يحكيوا على يعني المرحوم الأسعد الورتاني. وكان ممكن ظهر لي خالد ليدول متاعك وقتها كنت في استاد خالد. في انتظار خالد يكون موجود معنا خالد القربي، وقلت هذا ممكن اللي عملوا الأسعد واللي عجزوا عليه برشا انه الأسعد يعني ذوب الالوان وما عادش فما انتماءات، لانه هو اللي لم الناس الكل نهارة رحيله خالد القربي. عرش كان موجود معنا خالد. عسامة مرحبا بك خالد. في السواري وماج الأسعد الورتاني، شنو عندك تقول في المناسبة الأليمة هذه؟ والله شنو نقول لك، التو ما انت منيش مصدقين لهنا كما يقولوا الأسعد عزيز علينا أخونا. أنا واحد من الناس بيرسونال ما كان موني دول، ما انت كنت في استاد كنت بدي ما انت ما تخلق الجوار كيفه. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ان شاء الله ما انت عائلته ربي صبرهم مرته وولاده وسيتو. نعزي ما انت النادي الافريقي والملعب الفرنسي ما انت، وان شاء الله ربي صبرهم. انا مانيش تو مانيش مصدق خاطر الاسعد من نوع نتاع الفيد والملعبي اللي ما انت يتحب فيسا و ما انت ديما كنت نسمع في الكونسيم تاعو ديما ما انت ديما يقول لي حاجات. انا كنت صغير كنت نحبه برشا كنت ديما نتبعه، كان في تونس ما انت كان القدوة متاعي. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ما انت ربي معه، وان شاء الله الغالب هذيك هي الدنيا. شكرا لك خالد، هذه الانترفونسيون من قطر. اعتذاراتنا للناس اللي سهرناهم معنا باش يكونوا موجودين في اللوماج هذايا. خالد ممكن من اهم الحاجات قال كان ليدول نتاعو تقريبا يشبه بعضهم شويه، فك الجرينتا وهك الرجوليه سورتيران وهك الملاعبيه اللي تلعب من غير حساب، لا يهمه لا بلاسور ولا شهريه ولا بريم دروندمون ولا متاع سيناتور. نهار اللي يبدا في التيران يعطي كل شيء. انت محمد نتصورك تبعته ماتش بر ماتش ودقيقه بدقيقه في كاريره الكل. صحيح الأسعد وصل لعب مضروب مع الكلوب، وصل لعب بزرارق مع الكلوب، هذا يعني جوست للكلوب أفريكان، يعني مش خاطر فما مقابل ولا حاجة، ما هو أعطى للكلوب وفما شوية كان مضروب وحب يلعب وأصر أنه يلعب وهبط للتيران وأعطاه 100% يعني. صحيح كما كان يدول خالد القربي وغيره، إن شاء الله يكون يدول لبقية الجوارات وللناس أنه ليلة نتجاوزوا أي معاني متاع الكرة اللي هي في نهاية الأمر لعبة، لكن فما قيم أخرى، رجولية، الصدق، التواضع، الأحسان، قيم كان كلها موجودة في الأسعد الورتاني، فقيدنا الناس الكل، ستارنا ليلة ستار الغايب في ستار شو. بشهادة الناس الكل كان الأسعد من أكثر العبيد اللي تمتاز بالصفات اللي كنت تحكي عليها حيد، الرجولية سورتو اللي مش كان في التيران برش البركة يعني حتى البر من التيران، العبيد كانت تشهد بالرجولية متاع الأسعد والحنية متاعو. باش نحكيه على الباساج متاع الأسعد للستاد تونيزيان، لكن فرد وقت المحبة متاع الأسعد للكلوب أفريكان. هنيش نحكيه ونحكيه على ترانسفير مستاد للنادي الافريقي، وفما شاهد على الترانسفير هذا وعلى حب يعني الأسعد الورتاني لجمعيته الستاد تونيزيان، كيف زاد للنادي الافريقي. السيد طارق الاحمر المسؤول في الملعب التونسي، مرحبا بك سي طارق. اهلا عسلامة اخويا.
مساء النور. مرحبا بك سي طارق، نسمعوا فيك مليح، جوز كان بجنبك راديو ولا حاجه ناقص سمعنا من التليفون. سي طارق مرحبا بك من جديد. الترانسفير اللي الحقيقه فيه اسرار، وانتم تحتفظوا بالاسرار هذه. ترانسفير لسعد الورتاني من القروان للجي اس كي، من سامحني بديتني خونعتي الحقيقه، ممكن الامبيون سطرت عليا شوي، من الجي اس كي للاستاد واختياره الملعب التونسي. هو والله سر ذي العمر قتله أنا في حياتي مع الفندة. أنا كنت حاضر على حكاية صارت قدامي وقتها، أنا مسؤول في ملعب تونسي ولسعد معنا وسمع في رئيسنا الترجي الرياضي كيمشي بو حب ياخذ لسعد معنا، هو مقبل ما ناخذوه من قروان كيمشي بو حب ياخذ ولسعد محبش بس حب يجي الاستاد. انت جاي الاستاد قد ملعب العميل والذين معنا جيت حكاية حسين المسلمين بتوزكنا اللي فيها الشبوب حب يخص عايز لي جيب رئيس قالي تول جيبولي فزيته للدار وتعمل للدار وقال له هات باش نبيعك للخرج قال ما تبيعليش وانا مخدش مستقرات قالوا كيفيش وانا طبق تعرف ان ازمة مادية في ملعب توسي. سي طارق انه مهم برشا المعطيات هذه للتاريخ للذكرى اكيد. ماذا بيا ما نعرفش الريزو مش 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 تلمون عندك سي طارق، كان تحرك شويه ماذا بيا تبدل بلاصه، انه مهم برشا العفو هذه. تسمع فيا تو خير برشا خير برشا. قلت لك عاد خرجنا من الدار قالوا بيت نشوف خرجنا من الدار يبوس فيا يعنق ويبكي يقول لي سي طارق نحب نقعد في الاستاد ما نحبش نمشي للترج. خليته في الكهرباء عاود رجعت في جلال، قلت جلال راهو الولد يبكي في الكهرباء وقال لي هذه الترجي نحط فيها سيرتي. واحنا من غدوه ماشيين لجده وهو بياخذ له باسبور وعلى اساس يمشي معنا لجده باش يخليه هنا باش يمشي للترجي. يعمل لك في جلال قال لي هو باسبور وغدوه يمشي معك جده. هذه فازه لعمري انتهى صحيح. عمري بالنسبه لسعد، لسعد تو يحكي عندي الناس كم لاعب الناس كل تعرف كم لاعب في الترجي. أنا بنحب نحكي لك كشخص كعبد كإنسان عمري ما ريت أنا في حياتي اللعبة كيف النهار يجي يحكي لك النهار يقول لك ما عنديش وصلنا في الملعب التونسي في ظروف صعيبة برشا والعباد الكل تعرف تحب على الفلوس إلا لسعد. النهار يقول لك شبيك ما خلصتنيش ولا شبيك ما خلصتنيش كرداري ولا شبيك درجناه يا أخي زي مع العباد ما تنسيك. عمري أنا لسعد مني بعد خرج من الملعب التونسي مشي عمره ما يخليني مثلا يجيني قبل ما يمشي للسعوديه في المطار كلمني قال لي سي طارق خليني نمشي للسعوديه قلت له برا قد مش نقول انا عشت مع عميل في ملعب تونس عشت مع عميل معاه كل يوم معايا كل يوم نشوفه كل يوم نقعد معاه دور كنا في ملعب تونس العباد كل تعيط له شقو وانا وجاي بن عيسى نعيط له سعدون فهمت جاي بن عيسى يقول له انت سعدون ملي جيت انت ريت السعد معاك فهمت. انا قد مش نقول لك على الشخص وعلى الطيبه وعلى الاخلاق العاليه اخلاق وخلق غير ما عندكش كلام يوفى ويجف باش نجم تحكي هذا الله يرحمه سي طارق. واكيد كل تليفون وكل حد يدخل معنا في الموضوع هذا يزيد ياكد قديش الراجل الله يرحمه كان بعيد تفكيره على الفلوس وكان بعيد تفكيره على انه يكون في برج عاجي وبعيد على الناس. كان متواضع برشا قريب برشا للناس الكل. لسعد الورتاني فقيد الكوره وفقيد الناس والحقيقه بالميل يعني ما نجمش نقرا لزمايلي اللي قدامي انه من الجمعيات الكل ومن احباء الكلوب في تونس الكل وخلايا احباء النادي الافريقي بارتو في تونس كلهم يعزيو ويتمناو انه المستقبل يكون باهي لصغار لسعد لزوجة لسعد لاقاربه والناس اللي معاه الكل الناس الكل الله يرحمه. لسعد كان راجل كان كابتن صحيح للنادي الافريقي كان سند نهارة الافريقي اللي تكون بعيد على مستواها وكان سند البرشا ناس بعيد على الكرة وبعيد على المجال هذا الله يرحمه. لسعد محمد نحب نزيد معاك انك ما توفرنيش الفرصه ديما باش يكون حد قريب برشا من لسعد الورتاني ويتكلم عليه. يعني كل دقيقه نزيدوها وكل ما نتكلموا مع حد نزيدوا ننبهروا بالقيم اللي تتقال على لسعد وعلى تصرفاته اللي كانت الحقيقه مجال ومحل شكر من الناس الكل. صحيح
يمكن يقولوا هذا خطر خوه يحسوا هكا إنسان غريب شوية، ما مش كلامك هو، مش كان أنا قلت الكلام هذا. لسعد من الناس الكل قلت لك حتى اللي يقعد مع دقيقتين يعرف لسعد بالكده ويحب لسعد. لسعد إنسان ياسر كيفاش نقولها لك، معناه يتحب فيسع، معناه يتقبل و ما يفرضش عليك روحه. ولا سعد يخليك لي انت لين انت تحكي معاه واحد تاخذ وتعطي. اللي يشوفه من برا يمكن يقول لا سعد متكبر واحد، بالعكس لا سعد ابسط منه ما فماش. من بعد هذا الكلام يوفى في لسعد، خاطر بالحق الكلام مشي مع لا سعد الكلام. ان شاء الله في الجنه يزقوا يا كابيتان ويا لا سعد. سبيسيال هوماج للمرحوم فقيد الرياضة التونسية وفقيد أحباب وناسه والناس اللي عشرته وكان تقريبا وبعيد عليه، لكن حبيته لسعد اللورتاني الكابيتان وزقو الاسم اللي تعرف به في كامل أرجاء تونس وحتى خارج تونس وتحبيه الاسم. الله يرحمه وينعمه إن شاء الله لسعد وبرشة من أصحابه وأحبابه اللي حبوا يتكلموا معنا ليلة. برشة من أحبابه وأصحابه كما كنت تحكي حيدر، برشة تعديه وبرشة ما زالوا، لكن مش نحاولوا ناخذوا الماكسيموم إن شاء الله يا ربي نتوفقوا في المهمة من هنا حتى نوصل ليه. يعني واحد من اصحابه اللي يلعب معاه في الكلوب، واحد من اصحابه اللي يحبه برشا، واحد من اصحابه اللي موجود معاه لاخر لحظات حياته اللي سميها العمور. ماهر عامر موجود معنا، ماهر اهلا بيك. اهلا بيك خويا سميك، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. مزيك ماهر، خلي لك السباس باش تحكي الحقيقه، وخليني يكون صريح ساعات انه صحافي ما يكونش عنده سؤال مشكل، لكن نعترفوا الليله ما عندناش اسئله الحقيقه. خليك تكلم ياهر. شيح ولا ياهر ما يستحقش باش انت تسألني باش انا نحكي لك على لسعد. اللي لسعد بالنسبة لي انا اخو وبابا وكل شيء. ديجا دوما طلعت في الكليب عمر 17 سنة، انا ملقيت حتى معنا ملقيتش كون وقف بجنبي اكثر من الزقاو عاوننا من اللي حاسس ثم جوارات تحس اللي هو كبير في الجمعية. لسعد لي عاوننا كنا صغار دوما طلعنا وقف بجنبنا الله يرحمه ويسامحه. وانا بالنسبة لي انا عندي معزة خاصة للقوة، ويحبني برشا وانا نحبه برشا. ديجا اسم الشهرة بتاعي عمور، هو اللي سمى هولي الله يرحمه. ولسعد لو ما يتنساش إن شاء الله نطلب من الناس كل ما اللي يعرفوا لسعد كل ما يجي على بالهم لسعد يدوروا بالرحمة ويقولوا إن شاء الله ربي يرحمه أو إن شاء الله ربي يرحمه خوش يخلى لنا بلاصة كبيرة. يعطيك صحة ماهر، ونقول لك يعطيك صحة أنك تمسكت ونجمت تتكلم، إنه نعرفه مليح قداش الصحبة وقداش العشرة اللي كانت بيناتكم أنت ولسعد، زاد صحبة وعشرة ونسب وبرشا حاجات بين لسعد الورتاني وجلال القادري موجود معنا زاد بالتليفون. سي جلال مساء النور، مرحبا. يعيشك حيدر، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. دونك سي جلال، برشا من اللي تعديوا وتكلموا معنا الليلة بعاد ما كانوش حاضرين، وكل واحد والحجة متاعه أكيد، واللي ما حضرش أكيد عنده الأمانة على ما يخليهاش يكون موجود، لكن أنت في قلب الحكاية، أنت موجود في داره حاليا وكنت موجود في الفرق لسعد الورتاني ثلاثة أيام اللي غادرنا. والله صعيب يا حيدر، الواحد ما يعرفش مين يحكي، ما يعرفش شنو يحكي على لسعد الورتاني. يمكن أنا الحاجة اكسبسيونال شوية على المخيان يتكلموا كل كوني جمعت علاقتي مع لسعد كانت متنوعة شوية. عرفت لسعد كلاعب وقت اللي دربته في جرجيس، عرفت لسعد كنسيب، عرفت لسعد كلاعب حبيته وقت اللي كنت نفرش فيه حتى قبل ما ندربه، وعرفت لسعد ديرنيير مو معناتها كأخ وكصاحب وعشت معه في الغربة، ولسعد كزميل في لونترينمون. كل واحد باللي باش يتكلم واش بشوف في حقه. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ولو هي امبوسيبل، لكن أكثر حاجة توا نتمنداها صدقني اللي ربي يرحمه وربي يغفر له ويسامحه ولسعد اليوم نعرف هو وين. كنت أتمنى اللي كونه لسعد شافك الزنازة، شاف العباد اللي جاتوا الكل. لسعد صارت له ديسيبسيون كبيرة في حياته، يمكن أول مرة باش نحكيها الماء قريب منه، وأنا حاجة اللي بقات في قلبه وحب نبلغها للعباد اللي عرفت لسعد، كل العباد اللي حبت لسعد. لسعد من نهار اللي خرج من الكلوب افريكان يمكن تلمو حب الكلوب، تلمو حب جمهور الكلوب وتعلق بها، قتلو كيما شوك في حياته ديسيبسيون كبيره.
بعمري اللي شفت لسعد فرحان مع انت عرفته برشا وعرفته مع انت عندي توا عوام بركله بريود الاخرانيه 3 شهور اللي عشناها مع بعضنا في كيف تدخل في اكسبيريونس جديده في لونترينمون صدقني تولي اونديري عبد اخر عبد اللي بدا لي زامبيسيون نتاعو بداو يرجعوا اخلق لسعد الناس عرفوه كليدور في الكلوب افريكان كقائد فريق هذا هو لسعد هذا هو الشخص حتى في حياته لسعد كان تخلق باش يكون هكا بديت نشوف فيه معناتها مالوروزمون كان ان بروجي تاع فري انترينور تاع انترينور كان نجم يكون كبير برشا بالخصال اللي عنده في محبته للعباد كان راسامبلور تاع الجروب يعرف يلم يعرف يختار الكلام نتاعو نحكي حكايه صغيره يمكن تعرفوا اللي الاخيان في السعوديه مع 3 شهور لسعد ملي مشى عنده مو مش كيف يمكن شويه في عادات ومحرام وما يبكيوش على الميت صدقني معناتها وقت سمعت انا بالخبر بالفاجعه الكبيره هذه انا كنت في السعوديه غادي ودعناه وصلناه المطار للاخرانيه كملنا نهار الاربعاء لعبنا مقابله لسعد هو وزوجتي معناتها وابنائي غادروا الاربعاء تاع الصباح وقت سمعوا الناس المون تيشوكي غادي في السعوديه عباره على جنازه في السعوديه للاعبيه الكل مسؤولين رغم قصر المده لكن هذه السمعه اللي خلاها لسعد الشخصيه نتاع العبد هذا وين يتعدى يخلي الا الناس كل تحبه الناس كل تحترمه الناس كل يدخل في قلوب العبد الكل عاش روحه خفيفه عاش خفيف علينا حبته العباد منيت اللي يشوف فيها هذا الكل معناتها صحيح في تروتار توا لكن على الاقل شاف منه شويه قبل ما يفكروا المولى ربي يصبرنا ربي يصبر مرته مريم ربي يصبر صغيراته إذا عندي حاجة باش نوجهها للي يحبوا لسعد كل أنا بدرجة أولى إن شاء الله ربي يعطينا القوة والصحة باش نقفوا مع كل العائلة ديك مع صغيراته ومع مرته خاطر هذوكم فعلا معناتها العائلة اللي يستحقوا باش الواحد توا يقف معاه وخاصة مرته إن شاء الله ربي يصبرها مريم خلى 3 نورات هذوكم ولادي أمس وباش يكونوا ولادي اليوم إن شاء الله وغدوة إن شاء الله ربي قدرنا وهذا أقل حاجة الواحد ينجم يعملها مع إنسان حبيناه إنسان اللي صدقني يكلم فيه كل غصة شدتني على خاطر 3 شهور الأخرانية كنت نسكن أنا وياه في الدار ما نعرفش على روحي توا أنا بعد غدوة باش نرجع صدقني حتى الخدمة كرهتها كيفاش باش ندخل للدار كيفاش ندخل للبيت اللي فيها لسعد كان يسكن فيها معايا ربي صبرنا وربي يرحمه يا لسعد نقول له كان ربي يرحمك يا لسعد خليت 3 نوارات إن شاء الله نحطوهم في عينينا أقل حاجة نجمو نعملوها معاك وكاو بارك الله فيك سي جلال القادري وربي يعاونك على اللي كنت تحكي فيه انا تخيلت الموقف انك باش ترجع للدار اللي كنت فيها انت والاسعد كيفاش باش تدخل للدار وتحل الباب وكان حس الاسعد معاك واكيد راه فما ذكريات وفما حكايات ربي معاك سي جلال وشكرا على الانترفونسيون هذه من سي جلال القادري نسيبه وصاحبه واخوه وزميله في الخدمه نمشيو للملاعبي كان يلعب معاه في الستاد تونيزيان صاحبه وعشيره اللي ملي سمع البرومو ملي سمع انه فما ايميسيون باش تحكي على لسعد وفما هوماج لسعد الورتيني اصر انه باش يكون موجود ويتكلم معنا موجود معنا الامين كسيكسي مرحبا امين السلام اسكندر السلام حيدر حي محمد حي مختار والله شو نقول شويه كبيره على تونس شويه كبيره اللي فقدنا كرويا واخلاقيا راجل متمع كما لسعد الورتاني انا عنديش مده ملي عرفت كنت قاعد كاين ومرتي مشيت للدار مشيت لدار امي قلت لامي بربي اعطيني تصاور بتاع الكوره هكيك اللي جاوك عندي دات وقتاش هبط تصوير انه لسعد فيسبوك قلت اعطيني تصاور بتاع الكوره كان هزه معايا من دور تصاور كل هزيت تصويرة لسعد هكيك والله ما نعرف علاش هزيت عطيت على فيسبوك انا نختم كي جاني خبر عند مرتي لسعد صف شونك كبيرة مش مصدق انا لتو مش مصدق جملة لتو منيش مستوعب الحكاية على خاطر رازل ياسر البشر هذاك منيش انا باش نحكي عليه تونس كامل تحكي عليه فيها اللي صارت له ما تصيرش الوزير تصير حتى واحد تصير الزير دولة شوف ما تصير لهش هكيك على خاطر الراجل الناس كلها تحبه يعاون الزوالي تجاه كان
هو ما عملش كارير كبيرة، أما كان عمل كيما برشا جوارات غير بيفهم عبيد توك اللي كلمة الغرور صار لهم كل شيء. لسعد ليه؟ لسعد ما يقعدش في قهوة، لسعد ديما شعبي، إنسان شعبي. في استاد وقت أنا كنت في استاد يطلع معانا ديجان بوم فما كبيرية كما نقوله بلغة الكورة ما يتكلموش، كان لسعد يتكلم، كان لسعد يتكلم عليه، يتكلم عليهم مسكين مسكين تجي ضربة فيه، تجي ضربة فيه مسكين، حسيله خلينا راجل كبير عظيم برشا الله يرحمه. عز حاجة عملتها توما اسكندر وشكور كنت حيدر اللي تونس كامل اليوم ترحم عليه، وذي نوجه كل الناس كل يوم تقوم ترحم على لسعد الورتاني، وشمعة كبيرة خليها لنا وربي صابر مريم ولد صغير وزوج البنات اللي خليهم ما ننساهوش وما ننسوش شكل عائلة اللي خليهم الناس كلها بتليفون نمشي ونزورهم نمشي وحتى بمورال كي نزولها مورال على المرأة ذيك. أكيد أمين أنه الكلام هذا كنا نسمع فيه من جلال القادري ومن الناس الكل، وانت زادة من عز أصحابه من واجبك اليوم انه هك الوليد اللي موت عليه لسعد ويحبه برشا زادة تكون قريب له، انه اكيد باش يكبر ويكون مراهق ويكون مقابل برشا حاجات في الدنيا واختيارات، يلقى ليدول يلقى ليكزامبل يلقى شكون يوجهه شكون يحكي معاه شكون يقول له روبوك الراجل لازمك تكون راجل. انا نشكرك برشا امين كسيكس اللي كنت موجود معانا وتكلمت رغم اللي نعرف الحزن اللي في قلبك وفي قلب اللي دخلوا معانا اليوم. الكل شكرا ليك امين، مازلنا مواصلين. في العاده السيده اللي باش يدخل معنا بالتليفون كنا يدخل معنا باش يحكي لنا نكته باش يدخل الابتسامه والضحكه على الناس اللي تسمع. اليوم فؤاد ولد عماره صار باش يكون موجود معنا، والاسباس عندك فؤاد. مساء النور، مرحبا بك فؤاد. خويا الغالي مرحبا بك، عايش ربي يفضلك. فؤاد كان كنت تسمع الظرف كنا قبل نسمعوك نحكي معاك باش نسمعوا كل النكتة باش نضحكوا اليوم. يعني إنسان عزيز علينا برشا مشي على روحه مشي للرابطة الأعلى، وانت يعني كواحد من جمهور النادي الإفريقي من أكثر العبيد اللي كنت حكيت وقت على لسعد الورتاني بصولاته في جولاته، شنو اليوم تنجم تحكي عليه؟ والله اليوم قبل كل شيء نحب نترحم عليه، حب نقول إن شاء الله ربي يرحمه وربي يتقبله برحمته وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. لسعد ذاك صاحب وأخوه وراجل ده كان معنى الكلمة، لسعد شخصية داعية ومواقف ورجولية، ولسعد فيه ميزة اللي يمكن تعرفها أصحابه الكل اللي لسعد موديل واحد وقالب واحد. لسعد كيما يقابل أقل الناس كيما يقابل أوسط وأعلى الناس ما عندوش ميزة، ما عنده شكلي كل واحد وهكا وطريقته وكل واحد وكيفاش يعامله باهي حنين. انا مش نقول في كلام خطر توا معناها سنسمع صفة عامة كي واحد يموت هكا الناس تجامله وتتكلم اكثر بزايد باهي معنا هذي حقيقة، والقراب من لسعة كل يعرفوها. شو قل لك ان شاء الله ربي يصبر عائلته وان شاء الله ربي يصلح في ذريته وان شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب لمرته باش تربيك صغيرات باش تخرج لنا كمالك هذاك بطل كيبوخ. انا اقول كلمه جرينتا تخلقت على خاطر لسعد، صدقني اذا كان يبخل بقطر تعرق هكا سيرتو احنا في الكليب بصراحه كان معناها تجاوز اللعب. يعني لسعد يسال حتى على الجمهور كيفاش روح كيفاش جاء شكون ناقص حاجه شكون يحب حاجه، راجل راجل بصراحه دلول برشا لسعد. والله لسعد ما عندوش هذية فلانك اللي يستعمل معه طريقة متاع كلام وطريقة متاع حساب وهذا كما يحكي مع سيبورتير كما يحكي مع مسؤول كما يحكي مع رئيس جمعية كما تراه في الشارع كما تراه يفتلك كما تراه هكا في الجد ستيل واحد. إنسان عاش ما غير أقنعة وما غير جواندوات، الأسعد كان متواضع مع الناس الكل. هذا كلامكم الكل أنتم اللي دخلتوا معنا اليوم، نشكرك برشا فؤاد ولد عمارة اللي كنت موجود معنا اليوم. ونعاود نذكر كنت عادة في الأفراح دخل ابتسامة، اليوم في ظرف استثنائي نقول لكن شكرا ليك مرة أخرى فؤاد ولد عمارة. قلب الأسد رحل علينا من 3 أيام الفرق متاعو الليلة الأسعد الورتاني. خلينا نكونوا متفائلين حتى شوية أنه في أكبر المصائب وأكبر الكوارث الإنسان يلزم
يلقى الأمل، يلقى التفاؤل، المستقبل. مدام مريم ورتاني عندها صغار، أكيد عندها مسؤولية كبيرة. أنا عندي مسؤولية ولدي، ما أمينة خلاهم لي. هو كان يتمنى على ولده على الكورة، وكل كان ربي ما حطينا طولي في عمري نوصل ندخله، كان جاي كما أتمنى هو جاي، ما جيش أما أنا لازمني ربيهم. هذوك مسؤولية، تحس الدنيا ثقلت عليا معناتها بالحق. قبل ما عمل على لسعد في كل شيء، نقول هو لازم هو يتصرف، ما عمل علي تو. نقول فما اينك هو الوليدي، فما حتى حد اخر، مهما باش يقولوا لي لي رانا معاك لي، انا صاروا ريت عبيد ميتوا معناتها هكا، والعبد من الاول تيق بعد العبد تنسى. سبحان الله، اللي عنده داره، اللي عنده صغاره، اللي حياته خدمته باش يقعد ليه بينا وليدي. والله يرحمه واللي يحبه. انا نتمنى معناتها اي واحد حتى ما يعرفوش يطلب له الرحمه، قل ان شاء الله ربي يرحمه يدعي له كهو. هذاك شنو نتمنى. الله يرحمه لسعد اللورتاني، ان شاء الله ربي ينعمه ويسكنه فسيح جنانه. لسعد خلينا وليد مزيان برشا، محمد اسمه مالك، مصلي على النبي عليه نسخه من لسعدك العينين وكشعر، تبارك الله عليه، ان شاء الله ربي يسونه ويحفظه. الوليد هذاك محمد يظل انت لازم تتلابيه. صحيح، كي تشوف مالك كان شفت لسعد وهو صغير، مريم قالت مسؤولية كبيرة عليها. بالعكس نقولها باسمي وباسم اخواتي الكل، اللي احنا باش نتلهاو بمالك وساندرا وسليمة، باش نقفوا معاك. انا بالنسبة لي انا نقول لها الكلام هذا لاخر نفس في حياتي، راني انا باش نقف معاك، وان شاء الله مالك يوصل وين كان يحب لسعد يوصله ان شاء الله يا ربي. دونك نواصلوا نحكيه على لسعد الورتاني من اصحابه. حكينا مع برشا اصحاب، واحد موجود معاه من الاول الدنيا، خلينا نقوله سعيد السيبي. مرحبا سعيد. مرحبا بك اسكندر وحيدر والولاد الكل ومحمد والمستمعين الكل. سعيد اللي سمعناه وعرفناه من الناس، اللي انت من اقرب اصحابه ومن اقرب الناس ليه، خليك تعبر سعيد. والله يمكن شو قال لك، انا تتعنى الفرق بيني انا والاخرين، اللي انا لسعد عرفت جمعنا من ستاتينيزيان من دوميلا، حتى كش اللي مشى علينا معناها تصور ريسك 11 سنة 12 سنة ولا سعد. يمكن تم من الاولاد اللي يعرفوا في عام وبعد يقعد بالعامين كذا، انا بتتر نكون محظوظ بالحق، نكون محظوظ اللي السنة ذي عشرت 11 سنة. يظهر لي محمد بحذاكم يعرف، أنا محمد نعرفه مني مازال صغير. ما عرفش لسعد حاجة بالك، أنا بخاطر سكننا مع بعضنا، عشنا 5 سنين مع بعضنا في دار واحدة وكلنا مع بعضنا، وما مش نحكي لك بديتاي من أبري ما أقل حاجة نذكرها. أنا قد كل يوم نذكر حاجة، اليوم نذكرك منهم عام نلعب نفسي أبي، هو في كل يوم نسكننا مع بعضنا، نروح أنا في رمضان نعمل سنافيت نترين نلعب نفسي أبي ونروح لتونس للدار نلقى لسعد يمشي كل يوم للباب عليه، وتبعث له الأم أمه يرحمها تبعث لنا شقان فترة من قروان، يمشي لسعد يكمل بارك لونتريمون يتعدى باب عليه، نوصل أنا بعد شقان فترة نص ساعة ساعة جربان قال لسعد حاط العشاء ويستنى، تدخل لسعد شبيك قولي ما نجمش ناكل أنت ماكش معي. معناها حاجات صدقني قلت لك، معناها حاجات معناها البني أنا ولسعد محمد يعرف هو يعرف مو ديتاي صغار برشا وين كل حاجه برك. لسعد العباد بتقدر ما نش نحكي تو، كنت نسمع معناها دونك مانيش نزيد حاجه كبيره عليه احكي انا نقول حاجه برك. لسعد اللي سبحان الله معناها لم الحاجات اللي تنجم تلقاها في, في في شخص واحد، معناها لسعد تلقاها اومام طون، تلقاها قمه نتاع التواضع اومام طون، اللي راه يقدروا ويحترموا تحس عنده لورجاي، معناها مومنت حاجه متناقضه، عنده تواضع وعنده زاد قوه شخصيه. في التيران لسعد في الدنيا البرة تتعدى في التيران ديستانكي على الاخر، لسعد في الشارع ما يجلبش الانتباه، معناها كي يتعدى انا تورسي في الشارع معناها كي ما مش كنوع يتكلم برشا ولا خلي لعبه تحت في التيران راجل بالحق، خليك تقرا له الف حساب في الشارع ما تخافش منه لسعد بالحق، ومعناها فريمون كل شيء فيه معناها انسان اكسبسيونيل، من نجم نقول لك انسان اكسبسيونيل. انا واحد من الناس فريمون
يمكن بتيتا لقينا بتبيعتي من قبلت انا وياه وتعشرنا خطر بتيتا فما حاجات في طبيعته هو في طبيعتي انا اذاك عليش عشنا حديث انتنا مع بعضنا سكننا خمسة سنين مع بعضنا معناها قلت لك في خطبته معاه في خطبتي معايا في عرس وهزيته في عرس يهزني معناها عشرة بتيتا او كمحمد يعرف لسعد اللي بتيتا الحاجات اللي تغير لسعد وصل يعرف محمد معناها انا كل الزح خسارة معناها اخواته الكل كبرهم وعاونهم ووصلهم وعرسوا لي عرسوا لي وصغاروا ما نجم يعملهم حتى شيء هذي اللي تغيرني معناها فريمون وقويته الكل معناها وقف معاهم وعاونهم وصغاروا ما نجم يعملهم حتى شيء وإن شاء الله وإن شاء الله اليوم خليك تكمل كلمتين يعني سعيد أنا أقول كلمة بارك في تتر نزيد نحملكم شوية مسؤولية أنكم نحب مدابية في الذكرى الأولى متاع الشوفة الأسعد إن شاء الله العام الجاي إذا كان قعدنا حيين مدابية تعودوا إميسيون أخرى وتشوفوا شكون وتسألوا مركزكم ميساج تقولها شكون اللي يوقف معاه شكون يطلع لي شكون ما يطلع باش ما يقعدش كله كلام إن شاء الله إن شاء الله تكون الكل نحب كل حد يتحمل مسؤوليته وكل حد يتحمل مسؤوليته يحب لسعد اللي يحب لسعد يظل ثمن مالك موجود اللي الحق يحب لسعد ثمن مالك موجود نحب إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي تلقيت هذايا في عرض موزايك تتصلوا بمريم ولا بأي حد وهذايا سعيدة أحسن مساج سامحني قصيت عليك أنه مازال فما ليزانترفونسيون هذايا أحسن مساج مالك الكوبي دونتيك من ولده من والده لأسعد الورتاني إن شاء الله يتربى في أحسن الظروف ويلقى العائلة اللي تحيط به والانتوراج اللي به شكرا لك سعيد ونشكرك أنك سهرت واستنيت باش تتكلم معانا في فرق خوك وصاحبك وعشيرك لأسعد الورتاني زاد بالتليفون موجود معانا فريد شوشان مرحبا بك فريد مرحبا حيدر مرحبا اسكندر فريد من عرش كان كنت تسمع فينا راهو ما عادش عنا أسئلة بالحق نحكي معاك ما عادش عنا أسئلة وفي الكلام في الأسعد الورتاني جوست فريد حاجة بركة خلي العبيد تعرف اللي انت صاحبه وكبته وكنت معاه وقتها كان يكور كيف كيف زاد انسيبه ظهر صحيح هذاك أخويا صغير هو عنا علاقة نسب من بيناتنا الأسعد مش في نزيد عن الناس اللي قلت وذولي وريت الناس كل الحب الكبير الأسعد وقالت عليه الأسعد الإنسان خاصة ممكن ما عرفوش الناس كل تعرف الأسعد الكوارجي تعرف الأسعد اللي كان معناه مثال للرجولية في الميدان لكن كإنسان معناه من أحسن متقابل في الناس كان إنسان حنين برشا كان إنسان خجور برشا وكان إنسان صراحة كتوم برشا معناه الأسعد إن شاء الله الناس كل ذولي لحد الآن مش مصدق رغم الموت حقا علينا لكن يظل ذات الدنيا وفي في 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 رأيي يظل يستحق الحب اللي رناه من تونس الكل اللي يعرفوا ولم يعرفوش بكاو إنسان عزيز 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 على تونس ومفقيد كرة القدم التونسية وقلب الأسد كما يتقالوا حقيقة قلب الأسد وكما قد خلى فينا وجاعة كبير برشا إن شاء الله ربي يصبر العائلة الكل وربي يخلي له صغاره وخاصة زوجة مبنيات وكذلك زوجته مريم وكذلك مالك إن شاء الله ديما نقعدوا نذكروه بالباهي ونذكروه اللي هو كان مثال للأخلاق ومثال للعب المثالي ومثال وكل القيام اللي تكلمت عليها انت فريد ولا الناس اللي عرفته من قريب ولا بعيد واللي تعادت معانا ليلى نشكرك برشا فريد شوشان كنت موجود معانا ليلى بصراحة واحد من الناس نعتبر بيرسونيلمون نتكلم على روحي انه ليلى يعني ايميسيون اكسيبسيونيل برشا تكلمنا على انسان حبيناه برشا ان شاء الله نكون توفقنا باش نعملوا حتى جست صغير الروح لسعد الورتاني والعائله لسعد الورتاني والناس اللي حبته من بعيد ومن قريب وعشرته وعرفت قداش السيد هذايا المرحوم كان راجل وكان قلبه باهي وكان متواضع وكان شعبي وقريب للناس نحب نشكر الناس الكل اللي عاونت في انجاز الايميسيون هذايا اسكندر يعطيك صحة يعطيك انت صحة زادة حيدر يعطيهم الصحة العبيد الكل اللي عاونونا نحب نشكر العبيد الكل اللي حاولت تكلمت وخذيت يعني على عتقها باش تقول كلمة في لسعد في النهار هذي اللي حبينا نعمل فيه وماش حبيت نقول ثلاثة سوايع انا كما تكون تحكي انت شخصيا انا شخصيا هذي اطول ثلاثة سوايع تعدي ولي في عمري وكاو هيكش الناس مقول يعطيك صحة اسكندر محمد تعازينا الحارة مرة أخرى إن شاء الله ربي يصبركم وإن شاء الله لمستقبل خير يا محمد عايشك شكرا لك محمد شكرا لأيمن الرهيفي كل أصحاب محمد وقاربه اللي جاي وكل الناس اللي جاونا حبوا يتكلموا للأسف مالوريزمون ثلاثة سوايع ما يخلطوش نشكر الناس الكل اللي يتكلموا معنا زادة شكر كبير الإدارة الوطنية شرطة المرور اللي سهلت لنا الخدمة متاعنا لكل اللي ساعدونا في مستشفى شارل نيكول كل قسم الرياضة معاز عبدو فهمي أكيد اسكندر معايا السيف
اللي يبدأ معنا السواري القسم الواب أكرم وهيش من الناس الكل اللي عاونتنا باش نعملوا جيست صغير وموش بلغة التواضع لكن بلغة الحب الكبير لسعد الورتاني اللي ودعناه. شكرا لكم الناس الكل.